بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين دايما بنكون مع حضراتكم قبل المباراة الهامة جدا غدا إن شاء الله، مباراة النادي الأهلي ضد النادي الإسماعيلي. في مباراة هتكون إن شاء الله 3 نقاط، يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بال3 نقاط عشان يستطيع أن يصل إلى قمة الدوري كالعادة الحقيقة خلال الفترة الأخيرة. وزي ما اتفقنا 8 مباريات بدأت بمباراة النادي المصري، وحتى الآن الحمد لله الأمور شغالة بشكل كويس و3 نقاط في كل مباراة. النادي الأهلي الحقيقة بيؤدي بشكل جيد وبيستطيع أن يصل إلى ال3 نقاط في كل مباراة إن شاء الله. مباراة بكرة ومباراة المقاولين العرب ومباراة الزمالك هنشوف إيه اللي هيحصل في هذه المباريات. عموما قبل بس ما أبدأ نتكلم عن مباراة غدا، عايز أتكلم مع حضراتكم في شيء هام جدا. وكالعادة أنا دايما ببدأ حلقتي اللي دايما بتكون قبل المباراة في الأسابيع الأخيرة بتكلم عن التحكيم، عن التحكيم المصري تحديدا. وبيني وبينكم أنا لم أفاجأ الحقيقة بأن يكون الكابتن جهاد جريشة حكما لنهائي دوري أبطال إفريقيا، حكما لأكبر وأهم نهائي في القارة الأفريقية، نهائي دوري أبطال إفريقيا. أن يكون الكابتن جهاد جريشة حكما لهذا النهائي، أو في مباراة الذهاب طبعا هيلعب الكابتن جهاد جريشة في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي الموضوع ده بيخلينا كلنا كمصريين بنبقى فخورين بالتحكيم المصري، بيخلينا كلنا نبقى كمصريين سعداء بشكل وماذا يحدث في التحكيم المصري خلال الفترة اللي فاتت. طيب هو ليه كابتن جهاد جريشة مثلا يعني لما بيجي يحكم مباريات سواء للأهلي أو لغير الأهلي، مباريات في الدوري المصري دايما بتحدث أخطاء من الكابتن جهاد جريشة، أو يعني في الأغلب بتحدث أخطاء؟ أقول لحضراتكم حالا الرد دايما بسبب الضغوط الكبيرة جدا جدا اللي بتحصل على جهاد جريشة أو على التحكيم المصري بشكل عام. أنا مش عارف ليه الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت هناك ضغوط شديدة جدا جدا بتحدث على التحكيم المصري في كل الاتجاهات، على الرغم من أن هناك حكم اسمه جهاد جريشة بيحكم في نهائي دوري أبطال إفريقيا في مباراة الذهاب، وبالتالي هو واحد من أهم 3 حكام في القارة الأفريقية عشان يحكم نهائي دوري الأبطال، أكبر بطولة في القارة الأفريقية، يبقى لازم يكون واحد من أهم وأفضل الحكام اللي موجودين في القارة الأفريقية. لما بتيجي تقعد تفكر مع نفسك كده تلاقي دايما الكابتن جهاد في بعض الأخطاء بتحدث في المباريات الدوري المصري، وزي ما قلت لحضراتكم بسبب الضغط يطلع واحد من هنا ويطلع واحد من هنا من النادي الفلاني أو من النادي العلاني، يطلع يقول لك أصل ما عندناش تحكيم، أصل الحكام عندنا بيعملوا مشاكل كتيرة، أصل جهاد جريشة ما بيعرفش يحكم، أصل جهاد جريشة كذا، أصل جهاد جريشة كذا كذا كذا. فالراجل بينزل بيبقى متوتر من كتر الضغط. أين دور اتحاد كرة القدم في الضغط ده؟ أين دور لجنة الحكام في الضغط ده كابتن عصام؟ هناك ضغط شديد جدا خلال الفترة الأخيرة على التحكيم المصري. احنا قلنا لحضراتكم احنا دائما في النادي الأهلي بنقف خلف التحكيم المصري، وعايزين دائما التحكيم المصري يبقى الأول إفريقيا زي الأندية المصرية وزي النادي الأهلي كده. ولكن في نفس الوقت هناك أخطاء بتحدث من كتر الضغط اللي موجود على الحكام، من كتر الضغط اللي بتعمله الأندية المنافسة، كل الأندية. أنا مش بتكلم على الأندية اللي بتنافس الأهلي فقط، ولكن الأندية المتنافسة في الدوري العام 18 نادي تلاقي أعضاء مجلس إدارة ورؤساء أندية بيطلعوا يتكلموا بمنتهى الـ القوة الحقيقة الشديدة جدا على التحكيم المصري. وهو الرد في النهاية جاء بأن يكون جهاد جريشة حكما لنهائي دوري الأبطال. ثقة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في التحكيم من وجهة نظري كان لها دور كبير جدا في وجود الكابتن جهاد في النهائي الأفريقي. وبالمناسبة كابتن جهاد راح كاس العالم للشباب. ده التحكيم المصري اللي احنا بنتكلم عليه، ده التحكيم المصري اللي احنا خلال الفترة الأخيرة دايما بنضغط عليه. على فكرة أكتر نادي حصل له أضرار بسبب التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة، وأنا قلت لحضراتكم ووريت لحضراتكم بعض النماذج من الأخطاء اللي بتحدث من التحكيم المصري ضد النادي الأهلي، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك وقفة شديدة جدا. التحكيم المصري تحكيم جيد، عندنا أخطاء كالعادة، كل الناس كده، كل الحكام في العالم كله عندهم أخطاء. واتفرجنا على نهائي دوري أبطال أوروبا السنة اللي فاتت وفي كأس العالم إيه اللي حصل وفي كذا وفي كذا وفي كذا. هنجيب لحضراتكم أمثلة كتيرة جدا، لو قعدنا هنقعد كده شهر نجيب لحضراتكم أمثلة لأخطاء الحكام.
بتحدث أخطاء للحكام، ولكن كل اللي مطلوب التركيز الشديد خلال الفترات القادمة خصوصا في مباريات الدوري. النادي الأهلي عنده مباراة، وأنا هتكلم هنا عن النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا 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 مع النادي الإسماعيلي، واحدة من المباريات الكلاسيكية في الدوري العام المصري، الأهلي والإسماعيلي. اللي هيقول أصل الإسماعيلي وحش، الإسماعيلي بيتغلب، أصل الإسماعيلي كذا، الإسماعيلي والأهلي أو الأهلي والإسماعيلي لما بيلعبوا مباراة ضد بعض بتبقى الأمور مختلفة تماما. يبقى اللاعبين في النادي الإسماعيلي بيستعدوا بشكل مختلف، اللاعبين في النادي الأهلي بيستعدوا بشكل مختلف، لأن أنت بتلعب النادي الإسماعيلي بقيمته الكبيرة جدا مهما كانت ظروفه ومهما كانت إمكانياته الفنية اللي موجودة ومهما كانت نتائجه. فهي مباراة من المباريات الكلاسيكية اللي مصر كلها بتتفرج عليها. وما زالت ثقة النادي الأهلي وجمهوره في التحكيم المصري شديدة جدا جدا جدا. الأهلي لا يطلب إلا العدالة التحكيمية فقط في كل المباريات، بالمناسبة في كل المباريات لا نطلب إلا العدالة التحكيمية. العدالة التحكيمية اللي تخليك يا تاخد ثلاث نقاط يا تتعادل يا لا قدر الله تتغلب، هي دي كرة القدم بالمناسبة، فيها الثلاث نتائج دول. ودايما أنا بقول لكم الكلمة دي، أنت بتحاول كلاعيبة في النادي الأهلي أن أنت تبذل أقصى مجهود أن أنت تاخد الثلاث نقاط، ولكن هناك عوامل أخرى الحقيقة دايما بتبقى ضد النادي الأهلي في الفترات الأخيرة بسبب الضغط الكبير جدا جدا، منها عامل التحكيم المصري بسبب الضغط الكبير جدا جدا من كل الأندية في مصر على أو من معظم الأندية في مصر على التحكيم المصري. التحكيم المصري ده هو اللي بيقود الدوري خلال الفترات اللي فاتت بالكامل، وقلت لكم النادي الأهلي قد ايه اتضر من التحكيم. وخدوا بالكم خدوا بالكم، في ناس قصد ان هي تضغط على التحكيم المصري بهذا الشكل علشان تاخد قرارات في صالحها في كل الأندية او في معظم الأندية، ولكن احنا في مرحلة الحسم سواء تحت في القاع او فوق في القمة. ثلاث مباريات متبقية للنادي الأهلي، الإسماعيلي والمقاولين والزمالك. نادي الزمالك عنده حوالي خمس مباريات، وبالتالي نطلب العدالة التحكيمية في الثلاث مباريات للنادي الأهلي ولكل أندية الدوري العام المصري اللي فيها حكام مصريين. وزي ما قلت لكم قبل كده، دائما ما يكون التحكيم المصري هو اللي بيعدي ببر الأمان لكل الدوريات. افتكروا كده الدوريات السابقة وإيه اللي حصل فيها، على الرغم دائما من تعرض النادي الأهلي لأضرار كبيرة جدا من التحكيم. دايما لازم هقول الكلمة دي، دايما هقولها. وفقدنا نقاط كثيرة جدا خلال هذه الفترة بسبب التحكيم. تخيلوا حضراتكم اللي هيحكم نهائي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا هو الكابتن جهاد جريش في الوداد، وما أدراك ما ملعب الوداد. هيحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا وعمالين يضغطوا عليه. لما قعدت فكرت الحقيقة في هذا الموضوع، قلت طب ليه هو بيخطئ في هنا في مصر؟ بيخطئ بسبب الضغط اللي بيحصل عليه، بسبب الـ المتنافسين في الدوري المصري سواء فوق أو تحت، وبيتكلموا وبيضغطوا على التحكيم المصري بشكل كبير جدا، وفي النهاية يكون جهاد جريشة هو حكم لنهائي دوري الأبطال. فالحقيقة كل اللي أنا بطلبه خلال هذه الفترة هو العدالة التحكيمية، ودايما هنتكلم عن العدالة التحكيمية. العدالة التحكيمية مش من وجهة نظري أو مش من وجهة نظر مجلس إدارة الأهلي أو مش من وجهة نظر جمهور الأهلي، لا، العدالة التحكيمية اللي موجودة في العالم كله. بالمناسبة لما في أساتذة طلعوا قالوا أصل إحنا ما بنلعبش كرة سلة، ما هو أنا رديت عليكم يا جماعة بالقانون الدولي للتحكيم وماذا يحكم ماذا يحدث في العالم كله مش في مصر، إن الوقت الضايع أو الوقت البدل الضايع لازم يتحسب كاملا زي ما ضاع زي ما يتحسب. هي دي كرة القدم بالمناسبة. أنا مش عايز برضو أرجع للقديم، ولكن فقدنا نقاط كثيرة خلال هذا الموسم وموسم 2015 و2016 و2017 بسبب برضو التحكيم المصري، بسبب عدم التركيز. دي واحدة على فكرة، خسرنا نقطتين اعتقد في هذه المباراة، تعادلنا. هل دي مش ضربة جزاء؟ ادي ما تتخيلوا حضراتكم ان الكرة دي ما اتحسبتش ضربة جزاء للنادي الأهلي.
تخيلوا، دي واحدة، دي واحدة كده دلوقتي سمير جابها لنا واحنا على الهوا. لكن احنا لو قعدنا جبنا هنجيب لحضراتكم كتير جدا جدا، ومع ذلك هناك ثقة كبيرة جدا في التحكيم المصري. أو ده هدف كان ملغي وخسرنا نقطتين، هدف كان ملغي ليه محدش عارف لغاية دلوقتي. في مباراة الإسماعيلي بالمناسبة اللي هنلعبه بكرة إن شاء الله، والنادي الأهلي هيلعبه بكرة. محدش عارف ليه، قال لك محدش عارف ليه الحقيقة لغاية دلوقتي. كل ما نطلبه هو العدالة التحكيمية، عندنا حكام مصريين متميزين، عندنا حكام مصريين الحقيقة يستطيعوا أن يتحملوا الضغط، ولكن يجب أن يكون لاتحاد كرة القدم دور في الفترة القادمة. أنا عارف الكل دلوقتي مشغول ببطولة الأمم والقائمة الحقيقة الغريبة اللي نزلت النهاردة، ووجهة نظر إن دي قائمة غريبة جدا، القائمة اللي اختارها خافيير أجري، ولكن في النهاية هي وجهات نظر، كل واحد أو كل مدير فني بيتحمل وجهة النظر اللي أو اللاعبين اللي بيختارهم من وجهة نظره، هو اللي هيتحمل مش أنا ولا غيري ولا غيري، ولكن إحنا بنحاول دايما نقول الرأي الفني من وجهة نظرنا اللي إحنا شفناها خلال الفترات اللي فاتت، وهيجي وقت ونتكلم عنها في هذه الحلقة. عشان كده النادي الأهلي بالمناسبة لعب مع حكام أجانب كتير، وكسب مباريات كتيرة مع حكام أجانب، وخسر مباريات كتيرة مع حكام أجانب بسبب أخطاء برضه. فكل اللي نتمناه العدالة التحكيمية، مباراة مهمة، مباراة صعبة، الله يكون في عون الحكم بسبب الضغوط اللي بتحصل وبسبب الكلام اللي حضراتكم شايفينه والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه. فعشان كده نتمنى أن يكون هناك طاقم لمباراة بكرة، مهما كان النادي الإسماعيلي ومهما كان شكل النادي الإسماعيلي ومهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي، تظل مباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي مباراة من كلاسيكيات الدوري المصري مهما كان. وكفايه ان انت هتحكم لطاقم التحكيم بكره، كفايه ان انت هتحكم مباراه للاهلي والاسماعيلي، كفايه الضغط اللي هيبقى عليك. يجب ان يكون هناك تحرر من طاقم التحكيم بكره من كل الضغوط. احسب اللي انت شايفه صح، احسب اللي القانون بيقولك عليه صح. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا دايما بنطالب بيه كاهلاويه، لا نطالب بشيء اخر بالمناسبه، هو ده اللي دايما بنطالب بيه، العداله التحكيميه في كل المباريات. نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه جيده بكره ما بين الاهلي والاسماعيلي، ويكون هناك طاقم تحكيم لا يسعى الا للعداله التحكيميه سواء للاهلي او للاسماعيلي. بالمناسبه العداله التحكيميه في ارض الملعب هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا بننظر ليه، وان يتحرر تماما من كل الضغوط اللي بتبقى موجوده خلال الثلاث اربع خمس ايام اللي فاتوا او خلال الفتره اللي فاتت. طيب خلينا نتكلم برضو مع حضراتكم عن، وده لفت نظري النهاردة الحقيقة، أن في اختيارات المنتخب، أنا مش هتكلم دلوقتي عن اختيارات المنتخب، ولكن أنا هتكلم عن مروان محسن. مروان محسن الحقيقة في الفترة الأخيرة، وشمعنا مروان محسن، لأن أنا لقيت ناس بتقولك يعني ليه مروان محسن موجود في المنتخب. هقول لكم ليه وبمنتهى البساطة. عندما يكون لك تأثير كبير مع فريقك، حتى لو بتنزل دقيقتين، حتى لو بتنزل دقيقة أو دقيقتين، وبيكون لك تأثير كبير مع الفريق اللي انت بتلعب فيه، يجب أن تكون متواجد مع المنتخب، خصوصا في ظل وجود مجموعة من رؤوس حربة الجيدين في مصر كلها. ده هدف لمروان محسن في مباراة إمبي الأخيرة، نزل 10 دقايق ربع ساعة جاب جون، اتحرك يمين اتحرك شمال وجاب جون. في مباراة سموحة نزل غير شكل النادي الأهلي الهجومي، بعد كده أيضا أو قبل كده غير من الشكل الهجومي للنادي الأهلي. مروان عنده قوة وعزيمة، لأنه كان في فترة صعبة جدا 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 بعد إصابته بالرباط الصليبي، ورجع وراح كأس العالم، ورجع بعد كأس العالم قعد فترة الحقيقة بيتعرض لانتقادات شديدة جدا بسبب المستوى، ولكن أي لعيب لما بيبقى راجع من الإصابة بياخد فترة طويلة لغاية لما بيرجع، من خصوصا لما بتبقى إصابة طويلة زي دي. فلما مروان قعد فترة وما اتكلمش، ما كانش بيفتح بقه، وكان ما بيعملش غير شيء وحيد فقط، وهو التمرين فقط، والحركة اللي بيعملها قدامكم دلوقتي اللي هي إيه، يحط النضارة على عينيه، دي هو ده اللي كان بيعمله يعني. فعشان كده انا بقول لحضراتكم مروان محسن واحد من اهم وافضل اللاعبين خلال هذه الفتره في النادي الاهلي. نزل دقيقه، نزل دقيقتين، نزل نص ساعه، نزل ربع ساعه، ولا بيعمل مشكله ولا ما بيعملش اي حاجه، بس غير ان هو بيجتهد في الملعب فقط علشان
يكسب النادي الاهلي او يشوف شغله الحقيقه من خلال ان هو يكسب النادي الاهلي بسبب زي كل حضراتكم شفتوها دي، ازاي يقطع لورا وبعدين ازاي يطلع لقدام تاني. هو ده مروان محسن اللي احنا مستنينه سواء في النادي الاهلي او مع المنتخب القومي، وان شاء الله يؤدي مباريات جيده جدا مع المنتخب القومي. وخدوا بالكم مروان محسن واحد من اللاعبين اللي بينفذوا تعليمات الجهاز الفني بالكامل بالكامل، فعشان كده دايما تلاقوا المدربين بيروحوا له، لازم يلعب، لازم يبقى موجود، حتى لو لعب خمس دقائق بينفذ ما هو مطلوب منه. مروان محسن الحقيقه بيؤدي بشكل رائع ولذلك استحق هذا التقرير. هنروح نشوف تقرير عن النجم مروان محسن ونرجع نكمل مع حضراتكم. لا شك أنه واحد من أبرز وأهم مهاجمي الدوري الممتاز، يمتلك قدرات تهديفية خاصة جعلته يعرف طريق الشباك في أي وقت من المباراة سواء شارك أساسيا أو كبديل. هو القناص الأهلاوي مروان محسن الذي عاد من جديد للتغريد في شباك المنافسين، نجح في قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لحصد نقاط الثلاث في العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري وكذلك البطولة الإفريقية. سجل القناص مروان محسن هدفا ولا أروع في شباك إنبي في المباراة الماضية التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، كان ذلك في الدقيقة 94 بعدما شارك كبديل لوليد أزارو في الدقيقة 85. لا شك أن هدفه تنفس به الجماهير الصعداء بعدما أكد جدارة الأهلي في الفوز ومواصلة اعتلاء صدارة الدوري الممتاز في المشوار الهام للأهلي من أجل الحفاظ على لقبه المفضل للمرة الرابعة على التوالي. بالفعل استحق القناص مروان محسن التواجد ضمن القائمة الأولية للمنتخب الوطني الأول الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر يونيو المقبل، وذلك بفضل تألقه الرائع في الفترة الماضية. ولولا الإصابات التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لكان القناص مروان محسن ينافس وبكل قوة على قائمة هداف الدوري الممتاز، ويعتلي مروان محسن قائمة هداف فريق الأهلي هذا الموسم برصيد 6 أهداف بالتساوي مع النجم التونسي علي معلول. مروان محسن الحقيقه تعب واجتهد وربنا كان لجهوده السابقه، ان شاء الله ربنا يكمل له على خير ان شاء الله في مباراه بكره مع النادي الاسماعيلي، ضد النادي الاسماعيلي طبعا مع النادي الاهلي، ويبقى ويخرج بشكل كويس ويخرج سالم اهم حاجه بعيدا عن كل الاصابات. كل لعيبه المنتخب مش مروان بس، كل لعيبه المنتخب، لان احنا كلاعبين او كجمهور واحنا قاعدين بنتفرج اهم حاجه بالنسبه لنا هو منتخب مصر وماذا سيفعل في المباراه القادمه او في بطوله الامم الافريقيه القادمه. الحقيقه النهارده قائمه منتخبنا الوطني طبعا هي قائمه اوليه الحقيقه، احمد المحمدي استون فيلا الانجليزي، وليد سليمان الاهلي، عبد الله السعيد بيراميدز، احمد علي كامل المقاولين العرب، محمد النني ارسنال الانجليزي، صلاح ليفربول، احمد حجازي وست بروميتش، عمر جابر بيراميدز، احمد الشناوي بيراميدز، مروان محسن الاهلي، محمد ابو جبل سموحه، طارق حامد الزمالك، واحمد حسن كوكا اولمبياكوس اليوناني، وعلي غزال فرنسا البرتغالي، ومحمود تريزيجيه قاسم باشا التركي، وعمرو ورده اتروميتوس اليوناني، ايمن اشرف والشناوي من الاهلي، ومحمود حمدي الونش من الزمالك، وباهر المحمدي من الاسماعيلي، احمد ايمن منصور من بيراميدز، نبيل عماد دونجا بيراميدز، محمود عبد الرحيم جنش الزمالك، ومحمود علاء الزمالك، واحمد ابو الفتوح سموحه. هناك اسماء جيده جدا الحقيقه، لما تيجي تبص على الاسماء اللي موجوده للمنتخب الوطني هتلاقي اسماء جيده جدا، ولكن هي قائمه غريبه جدا. يعني وانا هنا مش هتكلم عن لاعب في النادي الاهلي، انا هتكلم طبعا على لعيبه النادي الاهلي اللي من وجهه نظرنا يستحقوا الانضمام للمنتخب، ولكن واحد زي عبد الله جمعه كيف يمكن او كيف لا يمكن ان احنا او الجهاز الفني للمنتخب ما ياخدش واحد زي عبد الله جمعه، الباك ليفت بتاع نادي الزمالك بيؤدي موسم رائع الحقيقه سواء دفاعا او هجوما، بيؤدي بشكل جيد في الناحيه الدفاعيه دلوقتي، تحسن كتير جدا في الناحيه الدفاعيه، ونفس الكلام في الناحيه الهجوميه على الرغم من ان هو مش مركزه الاساسي، ولكن عبد الله جمعه كان يستحق ان يكون متواجدا في المنتخب
اكتر من اسماء كتيره موجوده الحقيقه من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتيره جدا. عبد الله جمعه كان يستحق ان يتواجد. المباراه الاخيره مثلا لنادي الزمالك امام نهضه بركان عمل مباراه جيده جدا. قبلها في المباريات السابقه سواء في الدوري او في البطوله الكونفدراليه الافريقيه مع نادي الزمالك بيؤدي بشكل جيد جدا. ازاي ما يبقاش لعيب زي ده في المنتخب؟ حاجه غريبه. اسمين برضو من النادي الاهلي، عمرو السوليه بكل ما يقدمه مع النادي الاهلي سواء بقى في الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه، سواء بوجوده ان هو بيحرز اهداف او ان هو بيعمل ثرو باسز كتيره في المكان اللي بيلعب فيه، ازاي عمرو السوليه ما يبقاش موجود؟ واحد زي عمرو السوليه ده قيمه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي والمفروض ان هو يبقى موجود في المنتخب الوطني. واحد زي محمد هاني هتقول لي اصله ما بيلعبش بقاله ماتشين ثلاثه لسه راجع من اصابه وما بيلعبش. طب هو النني بيلعب؟ هو النني احمد ابو الفتوح بيلعب الباك ليفت بتاع نادي سموحه، على الرغم من ان انا مقتنع بيه كباك ليفت بس لسه قدامه وقت طويل لغايه لما يبقى واحد من الباكات ليفت الكويسين جدا، لكن انا مقتنع بيه الحقيقه احمد ابو الفتوح. ولكن تخيلوا ان احمد ابو الفتوح ده لعب 6-7 مباريات مع سموحه بدايه من الدور الثاني. يعني اللي يقول لي ده ما بيلعبش، طيب ما هو محمد هاني ده واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي خلال الفترات الاخيره، ومع المنتخب كان دائما موجود في الاختيارات. العلامه الاستفهام بالنسبه لي رمضان صبحي. يعني انا بالنسبه لي عبد الله جمعه ورمضان صبحي الاثنين دول بيمثلوا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا جدا. رمضان صبحي بالمستوى اللي بيقدمه مع النادي الاهلي واللي بيقدمه في كل المباريات وبيلعب تقريبا ال 90 دقيقه كامله وبشكل جيد ولياقه بدنيه عاليه وقوه جسمانيه عاليه، ومحتاج بس حاجه بسيطه سهله جدا ان هي تتعمل في وجوده مع المنتخب. تخيلوا حضراتكم معروف مين اللي هيلعب، محمد صلاح وتريزيجيه وممكن وعبد الله السعيد ممكن يلعب ما بينهم. تخيلوا بقى لو كمان رمضان قاعد احتياطي لتريزيجيه ولمحمد صلاح، تخيلوا لو رمضان بدا مثلا وتريزيجيه لعب في الوسط، تخيلوا لو وليد لعب في الوسط ورمضان بدا. اسماء كتيره جدا جدا وكان من الممكن ان يكون هناك اختيارات افضل من كده. انا متخيل ان هو لما جه اختار ال 11 لعيب اللي هيلعبوا بشكل اساسي، لكن لما تيجي تبص في الاحتياطي عندك لعيبه تقدر تغير المباراه، ولكن كان من الممكن جدا ان انت يكون عندك لعيبه اكتر من كده بكتير. زي ما قلت لكم بالنسبه لي وجهه نظري رمضان صبحي وعبد الله جمعه الاثنين دول بالنسبه لي بيمثلوا علامه استفهام كبيره جدا، لان ده بيؤدي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك وده بيؤدي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي. حاجات غريبه جدا بنسمعها وحاجات غريبه جدا بنشوفها. هل من الممكن ان احنا نشوف تغيرات في القائمه دي خلال الفتره اللي جايه؟ اعتقد صعب جدا يعني، ولكن بالتألق اللي بيعمله عبد الله جمعه، بالتألق اللي بيعمله رمضان صبحي، محمد عواد بالنسبه لي برضو حارس مرمى نادي الوحده والمعار من النادي الاسماعيلي، واحد من افضل حراس المرمى اللي موجودين خلال الفتره الاخيره، ازاي ما يبقاش موجود؟ ابو جبل رائع والشناوي محمد الشناوي رائع واحمد الشناوي رائع وجنش رائع، لكن ايضا محمد عواد واحد من افضل الحراس اللي موجودين. خلينا نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، ازاي عدم وجود عواد، عدم وجود السوليه، عدم وجود رمضان صبحي، عدم وجود عبد الله جمعه، اسماء كان من الممكن ان يتم الاستفاده منها اكتر كتير من وجهه نظرنا. طبعا محدش عارف هو مستر خفير اجيري هو بيختار على اساس ايه، اكيد عنده ضوابط معينه بيختار على اساسها، ولكن الضوابط دي غير منطقيه. انا من وجهه نظري غير منطقيه، لان انت بتلاقي لعيب ما لعبش خالص مع فريقه وموجود في المنتخب، وبتلاقي لعيب تاني يقول لك اصل هو عشان ما لعبش. طب منين ده ما لعبش وده ما بيلعبش وده موجود وده مش موجود؟ ادي واحده لرمضان صبحي، ده اعتقد في مباراه بيراميدز. وبالتالي اسماء كثيره جدا عليه علامات استفهام، محمد عواد، عبد الله جمعه، رمضان صبحي، عمرو السوليه، محمد هاني، اسماء الخمسه دول على الاقل لو كانوا موجودين كانت هتبقى الامور معرفش كانت هتبقى افضل من كده، كانت هتبقى افضل من كده. في اسماء الحقيقه مع احترامي الشديد ليهم جدا جدا جدا، ولكن يعني الاسماء دي عبد الله جمعه ورمضان وعواد والسوليه وهاني افضل من اللي موجودين دول بكتير بكتير. عموما هي اختيارات للمدير الفني مستر خفير اجيري، لازم نقول راينا، قلنا راينا
هنقفل الراي ده وهنقفل كل حاجه وهنتكلم بقى في المسانده خلال الفتره اللي جايه لمنتخبنا الوطني، لان هي الفتره الاهم. عندنا بطوله كاس الامم الافريقيه خلال الفتره القادمه، بطوله مهمه جدا جدا بتقام على الاراضي المصريه وعلى الملاعب المصريه، وبالتالي الكل ينتظر ان يفوز منتخبنا الوطني بهذه البطوله في ظل الاسماء اللي موجوده، كلها اسماء جيده، كلها اسماء محترمه خارج الملعب وداخل الملعب. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. ولو ينفع ان احنا نعيد التفكير مرة اخرى في بعض الاسماء، اتمنى ان يكون الجهاز الفني من الممكن ان يعيد التفكير مرة اخرى في بعض الاسماء اللي من الخارج، اللي هم واحد زي رمضان، واحد زي عبد الله جمعة، واحد زي عواد. يعني انا كنت شايف ان صالح جمعة برضو النهاردة، صالح جمعة النهاردة على تويتر، صالح جمعة وعلى انستجرام حد قال لك الله هو فين عبد الله جمعه؟ قام ردد عليه عبد الله جمعه قال لك الله هو فين صالح جمعه؟ رد عليهم مؤمن زكريا قال لهم الله وفين وائل جمعه؟ فيعني كانت النهارده حاجه جميله جدا. طبعا ده رمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين. يعني هل اللعيب ده ما ينفعش تستفيد منه؟ ما ينفعش تستفيد منه؟ حاجه غريبه جدا يعني. حاجه غريبه جدا جدا جدا. يعني طبعا انا ما عنديش لقطات لنادي الزمالك عشان اجيبها لكم اوريكم عبد الله جمعه برضه، ولكن رمضان صبحي اهو قدامنا زي ما حضراتكم شايفين. ما عنديش لقطات لعواد عشان اجيب عواد اللقطات بتاعته، لكن عواد يستحق ان يكون متواجد، رمضان صبحي يستحق ان يكون متواجد، عبد الله جمعه يستحق ان يكون متواجد، السليه، محمد هاني يستحقوا ان يكونوا متواجدين. ده من وجهه نظرنا طبعا، وفي النهايه من سيحاسب هو خفير اجيري. ايضا خلونا بقى نروح احنا بنتكلم عن بطوله الامم الافريقيه دي على موضوع التذاكر، تذاكر ازاي تحصل على تذكره لتشجيع منتخبك في بطوله الامم الافريقيه. اللجنه المسؤوله عن التذاكر بدات في التجهيز لتسهيل مهمه المشجعين في استلام الفان اي دي الذي سيحضر من خلاله المشجعين للمباريات واستلام التذاكر. اماكن بيع التذاكر هتبقى موجوده في اماكن كثيره جدا، طبعا دي التميمه شكلها جيد جدا، ونتمنى يا رب كل التوفيق لمصر دايما في سواء في تنظيم او حتى في شكل التميمه، حاجه جميله وحاجه رائعه، حاجه بسيطه وتتواكب مع جيل الشباب اللي طالع في مصر كلها. الحقيقه توت هو تميمه البطوله، بطوله كاس الامم الافريقيه التي ستقام في مصر خلال الفتره القادمه. أماكن بيع التذاكر الدرجة الثانية والثالثة في نادي الشمس، مركز شباب الجزيرة، نادي منتخب السويس، مركز شباب الشيخ زايد بإسماعيلية، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، نادي أصحاب الجياد بسموحة. دي أماكن اللي هيتم من خلالها توزيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية في كل المحافظات. طيب بما أننا بنتكلم أو كنا بنتكلم عن التذاكر، خلينا بقى نروح نشوف تقرير عن تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبعد ما نشوف هذا التقرير عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية هنستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى في مباراة أو ليلة مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة، الدكتور أحمد ثابت. هنتكلم عن أهم نقاط الضعف والقوة اللي موجودة في نادي سموحة، هنطلع نشوف تقرير عن نادي الإسماعيلي، أنا آسف، هنطلع نشوف تقرير عن التذاكر وأماكن بيع التذاكر، وهنرجع نستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى دكتور أحمد ثابت. بات المصريون يقدرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وذلك بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 من يونيو المقبل في خطوة جديدة للقضاء على السوق السوداء، حيث تم إطلاق موقع تذكرتي على الإنترنت من أجل الحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية. يأتي هذا النظام مستخدما أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالميا،
اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن كيفية حجز التذاكر إلكترونياً. يقوم المشجع بتسجيل بياناته للحصول على بطاقة المشجع التي تتيح له حجز التذاكر، وستكون بمثابة جواز مرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها. سهولة النظام تأتي في خطوات تتم خلال دقائق معدودة. أولها الدخول على موقع تذكرتي، اختيار التسجيل للحصول على بطاقة المشجع ليدخل المستخدم رقم الهاتف المحمول لتصله بعدها رسالة نصية تحتوي على كود تشغيل التسجيل. بإدخاله في الخانة الظاهرة على الشاشة يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع، وذلك حسب بطاقة الرقم القومي مع إرفاق ملف صورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي. يبدأ النظام في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة. هو الأمر الذي بدأت الأنظمة العالمية لإدارة البطولات العالمية مثل كأس العالم في استخدامها لضمان أمان المشجعين في الملاعب. المستخدم ينتظر لحين وصول رسالة نصية جديدة أو بريد إلكتروني يضم الرقم الخاص ببطاقة المشجع وكلمة المرور على النظام. بذلك يتم التسجيل بنجاح. بعدما يدخل المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب في الحجز بها. يختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان الجلوس للتشجيع. النظام يتيح الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع. يتم الدفع إلكترونياً. يمكن للمشجع طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ الطرح. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، كما تسلم الرئيس أول بطاقة لمشجع في البطولة. اللجنة المنظمة قامت بتوزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التي تستضيف المنافسات في القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، حيث ستقام المواجهات في 6 ملاعب هي استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي في الفقرة الأولى في مساء مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة، الدكتور أحمد ثابت. نتكلم عن كل ما يميز النادي الإسماعيلي وأهم نقاط الضعف والقوة في النادي الإسماعيلي وبعض النقاط التاريخية كده. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. خلينا نبدأ في المواجهات المباشرة مع النادي الإسماعيلي، أيهم يتفوق؟ هل النادي الأهلي يتفوق أم النادي الإسماعيلي؟ طبعا تفوق أهلاوي في المواجهات المباشرة ما بين النادي الأهلي والإسماعيلي، تفوق أهلاوي واضح. يمكن النادي الأهلي لعب مع النادي الإسماعيلي 114 مباراة، النادي الأهلي كسب 59 مباراة من 114، يعني بنسبة 51.7، 52% من الماتشات النادي الأهلي كسب. تمام. النادي الإسماعيلي كسب 22 مباراة من 114، الفريقين اتعادلوا 33 مرة، النادي الأهلي جاب 167 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة. الإسماعيلي جاب 93 هدف، فطبعا تفوق أهلاوي واضح، ولكن طبعا التاريخ حاجة ومباراة بكرة برضه عايزين نبقى تركيز فيها يعني. تمام. أكبر فوز برضه للنادي الأهلي على النادي الإسماعيلي. أكبر فوز يمكن دي يعني معلومة ممكن البعض ممكن يكون نسيها، أكبر فوز في تاريخ المواجهات لكان من نصيب النادي الأهلي، النادي الأهلي كسب النادي الإسماعيلي 8-0. في الدوري؟ في الدوري أو كان كابتن صالح سليم أحرز 7 أهداف في المباراة دي. 7 أهداف؟ 7 من 8، موسم 57-58. أكبر فوز في تاريخ الفريقين. تمام. يمكن برضو من بعض الأرقام المميزة للنادي الأهلي قدام نادي الإسماعيلي في على مدار المباريات الأخيرة من سنة 2010، النادي الأهلي بيواصل سلسلة لا هزيمة من النادي الإسماعيلي من يوم 21 نوفمبر
2010 النادي الاهلي ما خسرش من النادي الاسماعيلي، لعبوا وتواجهوا 11 مباراه، النادي الاهلي كسب 7 وتعادلوا 4. فباذن الله ان شاء الله المسيره دي تستمر بكره باذن الله. تمام، اكبر الهدافين بقى للاهلي والاسماعيلي. يمكن اكبر الهدافين احمد مكاوي، كابتن احمد مكاوي 10 اهداف مع النادي الاهلي، كابتن صالح سليم 9 اهداف منهم 7 في مباراه واحده، كابتن محمد بركات 9 اهداف منهم 6 مع الاهلي و3 مع الاسماعيلي. دول يمكن الهدافين 10 9 9 او النجوم اللي لعبوا للفريقين. طبعا في بعد كده معانا ابرز اللاعبين تاريخيا بقى اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي الاول، اللي ارتدوا الاول قميص النادي الاسماعيلي وبعد كده راحوا النادي الاهلي. نعم. ومعانا ابرز اللعيبه في الفتره الاخيره يعني اللي ارتدوا الاول النادي الاهلي بعد كده راحوا الاسماعيلي، اللي لعبوا للاسماعيلي الاول 16 اللي لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده راحوا الاهلي 16 لعيب، كابتن خالد بيبو، احمد خيري، عبد الله السعيد، شريف عبد الفضيل، مصعد عوض، محمد عبد الله، محمد بركات، سيد معوض، عماد النحاس، احمد حسن، اسلام الشاطر حضرتك، احمد فتحي، جون انطوي، عمرو السليه، مروان محسن، احمد حجازي. دول في الفتره الاخيره اللي انتقل او لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده لعبوا للنادي 16 لاعب 16 لعيب. تمام، لكن العكس بقى، النادي الاهلي اللي لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا للنادي الاسماعيلي، احمد سامي، احمد رجب 27 لعيب، احمد سامي، احمد رجب، احمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبه، روبرت اكوري، هاني سعيد، ابراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، احمد سمير فرج، رامي عادل، محمد جوده، عصام الحضري، محمد ابراهيم حجازي، احمد صلاح حسني، احمد ابو مسلم، احمد صديق، احمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جالون، عفروتو، امير سعيود، واخر اثنين شريف حازم وكريم بامبو اللي هو موجود حاليا. ففي 27 لاعب لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا النادي الاسماعيلي. نعم، ده عبر التاريخ يعني. نيجي بقى للموسم ده، خد بالك محمد فوزي حارس مرمى النادي الاسماعيلي كان من ناشئين النادي الاهلي في اللي هو الحالي، الحالي الارقام بقى الموسم ده، النادي نعم. الاهلي طبعا في الصداره، لعب 31 مباراه، الاكثر فوز 23 فوز، اتعادل 4 مباريات، خسر 4، حصل على 73 نقطه، النادي الاهلي جايب 51 هدف، دخلت شباكه 18 هدف اقوى خط دفاع، وحافظ على نظافه شباكه 18 كلين شيت. النادي الاسماعيلي لعب 31 برضه، كسب 10 بس، اتعادل 11، خسر 10، عدد النقاط 41. النادي الاسماعيلي تاني اضعف خط هجوم في الدوري، تاني اضعف خط هجوم، مسجل 28 هدف بس، دخلت شباكه اهداف 32 هدف، حافظ على نظافه شباكه 14 هدف، يمكن ده الرقم اللي ساعد النادي الاسماعيلي 14 مره من 31 مباراه، نسبه كويسه يعني. النادي الاهلي 18، يمكن ده الرقم اللي ساعد الاسماعيلي شويه ان هو يحسن نوعا ما ان هو يعني ايه اداؤه السنه دي. لكن نعم. طبعا الاسماعيلي عمره ما كان بالشكل ده او يصل مهما كان مهما يتقال يصل ان هو تاني اضعف خط هجوم، عمره ما حصلت. مهما يتقال ومهما يتم تكرار هذه المقوله خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا يا دكتور احمد، الكل بيقول لك ايه، اصل الاسماعيلي مش في مستواه والاهلي هيكسب الاسماعيلي وكذا وكذا وكذا. تظل اسالني انا، تظل دائما مباريات النادي الاهلي بالنسبه للاسماعيلي ومباريات الاسماعيلي بالنسبه للاهلي مباريات مهمه جدا جدا جدا، سواء هنا للطرف ده او للطرف ده. وبالتالي انسوا يا جماعه، انسوا نتائج النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت، هتشوفوا فريق مختلف بكره. اللي هيكسب فنيا في الملعب. وفي حاجتين كمان، اول نقطه لازم نفصل بقى حته قائمه منتخب مصر دي عن اللعيبه خالص، لازم اركز دلوقتي على نهايه موسم، عندنا ماتش الاسماعيلي وماتش المقاولين نركز فيهم. نهايه الموسم دايما الناس بتفتكر النهايات، اختم الموسم ختام مثالي ان انا اكسب الاسماعيلي والمقاولين الاول. ختام المثال ان شاء الله هو الفوز بالدوري العام. طبعا بالفوز. طيب، باذن الله. خلينا نروح لتشكيل النادي الاسماعيلي المتوقع لمباراه غدا. طبعا يمكن النادي الاسماعيلي متوقع بكره يلعب بنفس طريقه كابتن محمود جابر، بيلعب في الفتره الاخيره 4-3-2-1 مع النادي الاسماعيلي. نعم. في حراسه المرمى محمد فوزي، الاثنين المساكين محمود متولي ومحمد مجدي، ده التشكيل الاقرب. الباك اليمين اسامه ابراهيم، الباك الشمال احمد ايمن، عماد حمدي بيلعب كهولدنج ميدفيلدر قدام الاربعه المدافعين، وقدامه اثنين محمود دونج على اليمين وصاحب ال 22 سنه مصطفى فارس اللي هو جاب ضربه الجزاء في المباراه الاخيره قدام الداخليه. على اليمين محمد الشامي، على الشمال كريم بامبو، قدام شلونجو اللي هو الماتش اللي فات كان احتياطي، ما كانش بيلعب كان مريح عشان كان لسه راجع من ناميبيا. يمكن ده التشكيل المتوقع ليهم. هم عندهم الراجل كابتن محمود جابر بيعتمد على
يعني خطورتهم ايه او فكره ايه؟ بيعتمد ان هو المهاجم بتاعه كابتن محمود جابر على فكره كان بيدرب في ام صلاح القطري في القطر يعني في الدوري القطري، بيعتمد دايما ان المهاجم اللي هو رقم 9 او يعني بنسون شلونجو ده بيشتغل كفولس 9، يعني فولس 9 مهاجم وهمي دايما بينزل، يعني بيبقى كده مثلا هيلعب على دايما بينزل لتحت، بينزل لتحت يسحب مع المدافعين كريم بامبو من ورا ويسيب مساحات وراه. ادي كريم بامبو وادي محمد الشامي، هيسحب مع ايمن اشرف بالشكل ده بالظبط ويسيب المساحه ورا ليه كريم بامبو. هي دي الفكره، يعني فكره المهاجم الوهمي. عشان كده كان بيعتمد دايما، الناس في اسماعيليه كانت مستغربه ان هو بيعتمد اكتر على محمد الشامي. ليه؟ لان محمد الشامي مماثل او بيطبق فكره بتاع المهاجم الوهمي، ان هو بينزل يسقط لان هو عنده حته السرعات، وبرده شلونجو عنده السرعات، بينزل يسحب مع حد من المدافعين ويفضي المساحه، سواء اللي جاي هنا عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، اي حد أي من اسم محمد يعني صادق، ولكن هي علامه وكريم بامبو دي علامه مهمه جدا. اخطر حاجه في الاسماعيلي بكره فكره المهاجم الوهمي اللي هنقابلها بكره. النقطه الثانيه كريم بامبو، كريم بامبو مفتاح مهم جدا 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 جدا، واخطر لعيب في النادي الاسماعيلي. يمكن كريم بامبو لو شفنا ازاي هم مع كابتن محمود جابر لعبوا 4 مباريات في الدوري وفي الكاس، لعبوا في الدوري 3 مباريات وفي الكاس مباراه واحده، يمكن هم سجلوا 3 أهداف منهم هدفين من تحركات كريم بامبو من الثلاثة وهدف ضرب الجزاء. يمكن احنا عايزين نتكلم تحديدا على كريم بامبو. نعم. كريم بامبو بكرة يمكن اخطر لاعب على النادي الاهلي هو كريم بامبو. معلش يا دكتور قبل بس ما تكمل كلامك من فضل حضراتكم خدوا بالكم بس من الكلام ده، واتمنى طبعا الكل ياخد باله، لان احنا تقريبا قلنا نفس هذا الكلام في مباراة ام بي السابقة، ان كان الدكتور احمد ثابت وبعد كده تامر وبلال وكابتن فتحي الثلاثة او الاربعة قالوا الكلام اللي بيحصل وحصل بالفعل في المباراة، فناخد بالنا بس من الكلام ده. طبعا يمكن نبص بقى على كريم بامبو. كريم بامبو ده مهم قوي في جملتين، كريم بامبو تحركات كريم بامبو للعمق بكرة مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة كريم بامبو هنا الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين هنفترض ان هو عبد الرحمن مجدي أي حد أو محمد الشامي أو أي حد هنا، وهنا ده كريم بامبو. كريم بامبو دايما بيتحرك لجوه. بيطلب الكورة، في كورة بتتعمل محفوظة سويتش بيتعمل بيخش للعمق كده، ادي الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين. لا دي اول صوره معانا، دي كربونه، هات الاول بعد اذنك على السبوره يا استاذ سمير. بص هتلاقي هنا عبد الرحمن مجدي اهو على السبوره اهو، عبد الرحمن مجدي بيجي يتحرك اهو، وكريم بامبو بيدخل للعمق اهو. كريم بامبو بيجي لجوه بيطلب الكوره، بيبقى وراه بنسون شلونج اهو هنا بالظبط، يقوم مفوتها له، وبعد ما يفوتها يقوم واصله للمهاجم، المهاجم يقوم لاعبها من ورا المساك ده توصل لكريم بامبو يشوط. لو عرضنا الصوره ادي اول صوره معانا اهي بالظبط، كريم بامبو هو اللي واقف ناحيه الشمال خالص، الجناح الشمال بيعمل ايه؟ بيطلب الكوره من عبد الرحمن مجدي، بيدخل لجوه للعمق. تحركات كريم بامبو للعمق مهمه جدا بكره لحمد هاني لو بدا باك رايت، لان متوقع ان احمد فتحي يخش في وسط الملعب سواء او حتى احمد فتحي باك رايت، لازم يخلي باله من تحركات كريم بامبو. كريم بامبو اهو في الصوره دي بيطلب الكوره ليه داخل لجوه من الباك الايه من الجناح اليمين. الصوره اللي بعدها هنلاقي كريم بامبو اهو دخل للعمق، فوت الكوره لشلونجو، هيفوتها خالص كريم بامبو ويقطع ورا المساك الشمال، يقطع جوه يقوم شلونجو لاعبها له سويتش جمله متحفظه. الصوره اللي بعدها هنلاقي ايه؟ كريم بامبو دخل جوه. خد بالك دي طريقه لعب النادي الاسماعيلي خلال الفترات اللي فاتت، سواء مع كابتن محمود جابر، مع فلان، مع فلان، مع فلان، خلال الثلاث اربع خمس مدربين اللي تعاقبوا. كريم بامبو، كريم بامبو اكتر. لا الصوره اللي بعد كده برضو ده كان في الاتحاد السكندري. أيوه. الصوره اللي بعد كده ده الداخليه الماتش الاخير، هنلاقي ان محمد الشامي اللي معاه الكوره، محمد الشامي اللي احنا قلنا فكره المهاجم الوهمي، نزل لورا خالص وفضى سحب معاه المدافع اللي هو اخر واحد على اليمين، وكريم بامبو لسه هيقطع للعمق، هيتحرك من الجناح الشمال للعمق. فبص كريم بامبو اهو جاي بيقطع من الجبهه الشمال للعمق دايما. الصوره اللي بعدها هنلاقي بص كريم بامبو حضرتك وصل فين؟ اهو قرب من منطقه الجزاء، هيقوم لاعبها له محمد الشامي تمريره لكريم بامبو. اذا الجبهه اخطر حاجه في الاسماعيلي في الفتره الاخيره تحركات هذا اللاعب كريم بامبو. كريم بامبو من اللعيبه المميزه بالتحركات للعمق والفينش بتاعه كويس قوي. يعني هو جايب 5 أهداف السنه دي في الدوري. أو دخل جوه منطقه الجزاء وسجلها، بص كان فين بقى فين. اذا كريم بامبو اخطر لاعب غدا يعني قدام النادي الاهلي. كريم بامبو طبعا شلونجو مهاجم قناص مميز قوي ان هو بيتحرك لتحت برضو، ومحمد الشامي بيطبق نفس الفكره. يبقى اذا اهم حاجه بكره اتكلمنا فيها ان شلونجو او المهاجم الوهمي سواء بدا بمحمد الشامي هي نفس الفكره، محمد الشامي او شلونجو بينزل يسقط يسحب معاه مثلا ياسر ابراهيم ويفضل المساحة ورا لكريم بامبو، او اللعبه الثانيه زي ما اتكلمنا قلنا ان كريم بامبو بيقطع لجوه بتتلعب له وبيفوتها. طيب. لشلونجو اللي بيسقطها لمين؟ لكريم بامبو. تمام. يمكن اخطر لعبه للنادي الاسماعيلي بكره. تمام.
متحفظه. يمكن احنا قلنا ازاي هم مسجلين اهداف في اخر اربع مباريات، اربع مباريات تحديدا عشان الكابتن محمود جابر هو المدير الفني، مع المدير الفني اللي هو في اخر اربع ماتشات. يمكن هم احنا قلنا ان هم ثاني اقوى خط هجوم، لكن احنا تحديدا قلنا ان كريم بامبو اخطر لاعب في النادي الاسماعيلي. استقبل بقى النادي الاسماعيلي في اخر اربع مباريات منذ تولي الكابتن محمود جابر الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي اربع اهداف، كيف تم استقبال الاربع اهداف في الاربع مباريات؟ طبعا يمكن الاسماعيلي استقبل اربع اهداف مع كابتن محمود جابر في الاربع مباريات، سواء ثلاثه في الدوري وواحد في الكاس، منهم هدفين من كرات عرضيه. النادي الاسماعيلي عنده اثنين مساكين سواء محمود متولي او محمد مجدي كويسين على الارض، ولكن وجهه نظري ان هم في الكرات العاليه مش قوي، يعني في الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. عشان كده بشوف ان مروان محسن قد يكون ليه دور مهم جدا بكره، ممكن يبدا. ليه؟ لان الكرات العرضيه في دفاع النادي الاسماعيلي هتبقى يعني ايه، عندهم حته التمركز في الكرات العرضيه سيئين فيها، فاذا تقدر تستغل قدرات مروان محسن لسه واخد دفعه النهارده بالانضمام، ان شاء الله يكون المهاجم الاساسي لمنتخب مصر، اذا تقدر تستغله ان مروان في حته الكرات العرضيه دي مميز فيها قوي، هم عندهم نقطه ضعف في الكرات العرضيه. الحاجه الثانيه الضربات الركنيه، النادي الاسماعيلي زي ما مميز عندهم محمود متولي في التسجيل من الضربات الركنيه، دي برده حاجات من نقاط القوه، عندهم نقطه ضعف في الضربات الركنيه برده نقدر نستغل فيها لعيب زي مروان محسن، زي عمرو السوليه. حمدي فتحي بكره مش موجود طبعا للايقاف، عندك لعيب زي عمرو السوليه، عندك لعيب زي مروان محسن، الاثنين مميزين في العاب الهواء. فدي حاجه، يعني الثلاث اهداف من الاربعه من كرات عرضيه، سواء لعبه متحركه او ضربه ركنيه. اللي بعد كده في تسديده من على حدود منطقه الجزاء، وده كان هدف اللي هو رزاق سيسيه من اللي هو الجون اللي شاطها من على حدود منطقه الجزاء في كاس مصر. ده كان هدف جميل، تسديده برده من احد الحلول ان انت ازاي تسجل في شباك نادي الاسماعيلي. يمكن نادي الاسماعيلي تحديدا في اخر الاربع مباريات هو الراجل مثبت الاربعه اللي ورا، احمد ايمن، محمد مجدي، محمود متولي، اسامه ابراهيم، مثبتهم، عندهم نوع من الثبات شويه، عندهم نوع من الاستقرار في حته الدفاع. الثلاثه اللي في الوسط، عماد حمدي ده يعني من اللعيبه الكويسين جدا في وسط الملعب، لاعب قطع كرات مميز قوي. اليمين بيعتمد على دونجا، دونجا اللي هو بيكمل دايما وعنده بيكمل كبوكس تو بوكس، دونجا لاعب الزمالك السابق والمقص معار السابق. هو الاسماعيلي ومصطفى فارس ده يعني نوع من المغامره، ويمكن هو لعب بيه اول ماتش الماتش اللي فات، هل هو ممكن يكمل بيه بكره؟ اعتقد ان هو هيكمل بيه لان هو عايز يكسب بعض اللعيبه الناشئين في الفتره دي للنادي الاسماعيلي. مصطفى فارس برده من اللعيبه الكويسين جدا، عنده 22 سنه، ولكن طبعا خبرات هنا هتفرق للنادي الاهلي، ان هو لما يواجه احمد فتحي مثلا وعمرو السوليه في وسط الملعب الخبرات بالتاكيد هتبقى لاحمد فتحي وعمرو السوليه. عنده على الاطراف سواء بدا بمحمد صادق ناحيه اليمين او محمد الشامي، والشمال اكيد كريم بامبو نسبه 100% يعني، وقدام بينسون شولونجو. ده بالتاكيد يمكن اقرب تشكيله للنادي الاسماعيلي بكره. طيب كيف يمكن بقى من على الجانب الاخر استغلال نقاط الضعف اللي موجوده في النادي الاسماعيلي؟ اعتقد استغلال نقاط الضعف، هم عندهم مشكله في الكرات العرضيه رقم واحد، لازم مروان محسن يكون له دور مهم لان هو مميز بحته ان هو بيقطع على القائم القريب، ومميز بالعاب الهواء، دي حاجه مهمه جدا، مميز في الكرات العرضيه بشكل كويس جدا. رمضان صبحي دايما في ماتشات الاسماعيلي بيبقى فايق، رمضان صبحي برده عايز يرد على مدير فني بتاع منتخب مصر ان هو كان احق ان هو بالانضمام. رمضان صبحي برده يقدر يستغل الجبهه بتاعه اسامه ابراهيم ويعمل عليه شغل كويس. الجبهه ديت بتاعت احمد ايمن اللي هي الجبهه اليسرى للاسماعيلي، اعتقد ان هي هتكون نقطه ضعف واضحه. ليه؟ لان احمد ايمن اصلا لاعب بيلعب بقدمه اليمنى، وبالتالي مش على عدلته، دايما لما بيجي يرفع بيخش، حتى يعني لما يجي يلعب على احمد فتحي او محمد هاني في ناحيه اليمين هنلاقي ان احمد ايمن ما بيكملش، احمد ايمن بيجيبها دايما على عدلته ويرفع. فده برضو انا شايف ان احمد ايمن ناحيه الشمال هيبقى نقطه ضعف كبيره، يقدر يستغلها حسين الشحات، ويقدر يستغلها جرالدو، ويقدر يستغلها وليد سليمان. تمام، خلينا نشوف ايضا ماذا يحدث في النادي الاهلي من او بعد التمرين او اثناء التمرين، التمرين شغال دلوقتي من زميلنا شريف شعبان. نروح نطير سريعا الى ارض ملعب مختار التتش ونشوف زميلنا شريف شعبان معانا على التليفون. ازيك يا شريف؟ ازيك يا استاذ حتى حضرتك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عايزينك تطمنا على ما يحدث في تمرين النادي الاهلي. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، يمكن الان بيجرى الاداري بيسلم اللجنه الاعلاميه في النادي الاهلي ومركز اعلامي في النادي الاهلي قائمه ال 21 لاعب. خلينا نبدا لك. اتفضل. التمرين كان في التاسعه مساء طبعا علشان خاطر قبل التمرين يا شريف ممكن تقول لنا القايمه لو معاك؟ اه معايا القايمه لسه حالا اهي. طبعا مستر لاسارتي 21 لاعب هم شريف اكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ناصر ماهر،
جونيور أجاي، وليد سليمان، صالح جمعة، علي معلول، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، وليد أزارو، مصطفى شوبير، وشيلاردو. يمكن دي قائمة الواحد وعشرين لاعب حالا لسه مستر الترتي بيعلن عنهم في المركز الإعلامي في النادي الأهلي. ويمكن النادي الأهلي هيتحرك بعد قليل وبيت هناك في برج العرب وبيت تقليل طبعا مباراة الإسماعيلي والأهلي. يتمنى بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي غدا بإذن الله. زي ما قلت لك التمرين كان في 9 مساء، كان في محاضره من الترتي ومدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي 10 دقائق في ارض الملعب مع اللاعبين، اتكلموا فيها عن او طلبهم بكره بالفوز على الاسماعيلي، طلبهم باحراز هدف مبكر، طلبهم بالتركيز الكامل في ال 90 دقيقه وعدم الاستقرار بالمنافس اطلاقا، وطلبهم بلعب برجوله ومن اول دقيقه يخش الجيم من اول دقيقه ويحاول يحرز هدف مبكر. يمكن النهارده كان تمرين خفيف نوعا ما، كان في مربعات وبعد كده هو كان في طايره، ويمكن الراجل انفرد في يمكن 12 13 لاعب كده اللي ممكن يبقى هم اللي هيطلع منهم التشكيل، عمل لهم التكتيك الضربات الركنيه والفاولات. يمكن النهارده مستر الترتي كان مهتم بكل حاجه بالتشكيلات دي، بكل التكتيك بتاعه، يحافظ اللعيبه ازاي يتحرك الفاولات، ازاي يعمل تركه في الفاولات. او مين الاقرب يا شريف ان هو يلعب مكان حمدي فتحي؟ والله يعني لو تقول لنا اسمين ثلاثه يعني مش لازم اسم واحد. يعني هو واخد هو انت ممكن تلاقي مثلا هاني بكريت او فتحي بكريت. يعني كل شيء وارد، ممكن تلاقي فتحي في وسط الملعب، ممكن تلاقي السوليه وحسام عاشور في وسط الملعب، ممكن تلاقي محمد هاجي في وسط الملعب، يعني مش شغل عندي. يعني الثلاثه دول هم اللي دايرين، هاني بكريت، ديفندرين، يعني حسام عاشور، السوليه موجودين. وركز على الكرات الثابته. ركز على الكرات الثابته كويس جدا، عمل تريكات كتيره فيها، الضربات الركنيه عمل فيها كذا تريكايه، فالراجل مركز، الراجل عاوز يعمل نتيجه بكره ايجابيه. يمكن علي لطفي لسه بيتاهل، يمكن النهارده كان بيجري حوالين الملعب، خلاص ممكن بكره بعد بكره يكون في التمرين عادي. كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر، الشناوي واكرامي ومصطفى شوبير واحمد طارق، تمرين قوي، وبعد كده تمرين طايره للحراس، الكل الاجواء كلها بتدل ان النادي الاهلي مركز في بدايه الاسبوع كله. سلام طبعا لمباراه الاسماعيلي، الاهلي عاوز يحسم لقب الدوري بكره باذن الله بالفوز على غريم، او الاسماعيلي طبعا فريق كبير اللي نحترمه كلنا، الراجل حذره النهارده بصوره الاسماعيلي، وباذن الله يكون بكره الانتصار من حظ نصيب النادي الاهلي باذن الله علشان يعتدي او يحافظ على اعتلاءه لصوره الدوري طبعا، ويقرب خطوه مهمه كبيره قوي من حسم اللقب رقم 41. عوده اجاييه اعتقد ان هي شيء جيد للفريق. طبعا واجاييني يا كابتن اسلام متالق، يمكن اخر ثلاث ايام انا اخر ثلاث ايام في التمرين اجاييه فايق قوي بلغه الكوره، يعني اجاييه فايق ومتالق في التمرينات. يمكن لا اجاييه بيقدم في اخر ثلاث ايام مستوى ثابت جدا، حسين الشحات بيقدم برده في اخر ثلاث اربع ايام في التمرينه تمرينه عاليه جدا، محمد شريف يمكن هو مش موجود لكن عامل تمرينه بقاله كام كذا يوم برضه ظاهر بشكل متالق، جيلاردو بيستثمر طبعا الهدف اللي احرزه ومش كويس جدا في التمرين، ازار وبدا يمكن الاهداف اللي كانت بتضيع كتير في التمرين بدا يبقى من كتر الراجل بيعمل تمرينات تخصص على الفول كتير، ازار وبدا يفنش احسن من الاول بكتير. طبعا مهاجم منتخب مصر مروان محسن حدث ولا حرج، بيعرف يجيب جول من خبر ابره، يعني خبر ابره زي ما بيقولوا، لا حاجه كبيره جدا. لعيبه النادي الاهلي مركزين، لعيبه النادي الاهلي عاوزين يخلصوا بكره كتير باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ارض ملعب مختار التتش للنادي في تمرين او بعد نهايه تمرين النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم او زي ما سمعتوا من شريف، اكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ناصر ماهر، جونيور اجاييه، وليد سليمان، صالح جمعه، علي معلول، عمرو السوليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، وليد أزارو، مصطفى شوبير، جيرالدو. دي القائمة التي ستكون جاهزة إن شاء الله لمباراة غدا، 21 لاعب موجودين في معسكر، هيطلعوا دلوقتي على الأوتيل يناموا طبعا، يتسحروا طبعا ويناموا، ويصحوا بكرة إن شاء الله لاستعدادا للمباراة، ليختار منهم 18 لاعب وثلاث لاعبين هيكونوا خارج القائمة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور أحمد، إن شاء الله بكرة دكتور أحمد هيكون معانا، هنتكلم أكتر عن المقارنات ما بين اللاعبين سواء لاعبي النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، النجم الكبير كابتن إبراهيم عبد الصمد.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي الكبار في ملعب الاهلي اليوم. نجم الكبير كابتن فتحي نصير، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ حضرتك ايه؟ الله يخليك. كله تمام؟ سلام. انت طيب؟ كل سنه وحضرتك طيب. رمضان كريم. الله اكبر. الاسره جميعا دايما. ايضا النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، كل سنه وحضرتك طيب. طيب ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام، كله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. الله يخليك يا كابتن سامي. ازيك يا كابتن؟ طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم، ربنا يخليك. كابتن فتحي هبدا بحضرتك، كنا بنتكلم عن قائمه المنتخب، ايه راي حضرتك في قائمه المنتخب؟ طبعا هو يتحملها كمدرب، نعم، لكن وهتتحملها مصر، لكن طبعا هناك في تحفظات وخلاص، لكن ما تقدرش تقول لان مش هنغير حاجه. تحفظات طيب؟ لا، في اسماء كتيره كانت لابد ان تكون موجوده، وهو له وجهه نظر. يعني انا ما بحبش اعلق على اختيار مدرب وهو دخل على بطوله، هو 25 هيختار منهم 23، يعني هيطلع منهم اثنين، هيطلع حارس مرمى وهيطلع لاعب، يبقى 23، ثلاث حراس و20 لاعب، دول من 25 اللي هو موجودين. فاكيد هو هيتحملها، ويمكن كنا لسه بنتكلم دلوقتي كابتن عادل وكابتن ابراهيم على اساس الماتشين اللي هو لعبهم قبل كده، وكان جايب مجموعه جديده خالص من غير المجموعه دي خالص، غير المجموعه دي كلها. فطبعا احنا مش عاوزين، مش انا متحفظ، لكن لا اعلن هذا التحفظ في سبيل منتخب مصر. تمام. كابتن عادل، راي حضرتك ايه في القائمه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه لازم كلنا نبقى ورا المنتخب، لكن مش معنى ان انا ابقى ورا المنتخب ان يبقى انا شايف انا رايح اخد خطوه للامام، والخطوه اللي انا باخدها للامام فيها ممكن يقابلني بعض التعثرات. احتمال الراجل مش عارف قيمه البطوله ديت بالنسبه لمصر وهي بتتعمل على ارض مصر. لا، ما يعني ما اعتقدش يعني قيمه البطوله هيبقى صعبه جدا يا كابتن. ازاي ده مدرب منتخب مصر وعارف قد ايه يعني كاس الامم الافريقيه اهم بطوله قاريه؟ يعني لما اكون انا باخد مشوار، وانا باخد مشوار بعمل ماتشات اعداد لمنتخب، فانا عندي اربع ماتشات دولي. اربع ماتشات دولي وديه. دوليه؟ اوكي. انا بس تقول دوري. انا بقول دوليه. دوليه وديه، معلش ما سمعتهاش. طيب، ففي ماتشين منهم اخذنا مجموعه، واحنا قلنا هنا في القناه حضرتك قلت وكابتن ابراهيم اعتقد وكان معانا حضرتك، فقلنا ان الولاد دول مش هيتاخدوا تاني. انا واخدهم ليه؟ اذا انا عايز اخد وليد وعايز اخد المجموعه دي كنت خدتها، فلعبت بيهم ماتشين ودي قبل كده والماتشين اللي جايين، يبقى في نوع الفكر اللي في دماغي انا كمدرب انا حطيته على الورق وحطيته في الملعب. انا الكلام ده ما حصلش. اختياراته في حاجه اسمها اسم مصر وسمعه مصر، فحته ان انا ماليش دعوه، لا، ازاي ماليش دعوه؟ دي حاجه بتمسنا كلنا كرياضيين وكلنا كشغالين في المهنه. ماليش دعوه؟ لا، اللي بيقول ان انا يعني هو اللي هيتحمل. في بعض يقول لك انا هتحمل. لا، ده كلنا الشعب المصري كله بيتحمل طبعا، ولكن هو كمدير فني هو اللي هيتحمل، هو اللي اختار الاسماء دي. حضرتك قلت تحفظاتك او بتقول تحفظاتك، قلتها من قبل كده من اسبوعين ثلاثه او من شهر تقريبا في المباراه السابقه الوديه. حضرتك قلت ان في الاسماء دي مش هتبقى موجوده، فانت واخدها ليه؟ وقلت ان يجب ان يكون هناك اسماء معينه هي اللي موجوده دلوقتي، طب ما خدتهاش ليه؟ ما خدتش وليه وليد وعبد الله وسلية ورحت ماشيين مره. زي نفس الكلام اللي كان بيحصل ايام كوبر وايام برضو اللي قبله برادلي، نفس القصه برضو بتحصل وتتكرر، ان انا باخد مجموعه اقعد تقعد معايا ثلاث اربع سنين، وبعدين باجي على الماتشات اللي هي توديني كاس عالم اروح واخد مجموعه ثانيه خالص غير متجانسه. كلنا ورا المنتخب واسم بلدنا طبعا. انت موجود في الباسبور بتاعك وبطاقتك انك مصري. انا كمدير فني لازم ابقى عارف قيمه البطوله دي بالنسبه لمصر، وبالتالي وانا داخل البطوله لازم اكون داخل بكل العتاد القوي بتاعي. ممكن هو دي من وجهه نظري، يعني انا من وجهه نظري مثلا، يعني هو كان بيتحفظ على احمد فتحي. على احمد فتحي ما خدوش خالص. طب انت خدت وليد، طب عنصر الخبره والسن. طب انت خدت النهارده وليد، طب مين اللي في رجليه في الملعب دلوقتي بقاله ست سبع ماتشات؟ احمد. طب احمد في البدايه النهارده احمد وصل فين؟ من احسن الاظهره اليمين في مصر دلوقتي احمد. ابتدى ياخد ماتشات، وصل لمرحله من النضج، والكلام ده هيحصل وانت في البطوله شغاله. ثم والبطوله شغاله، في الماتش شغال، في معسكر شغال، اللعيبه اللي عندها خبره بقيمه احمد ووليد والسوليه والولاد اللي هم عندهم ماتشات دوليه كتير
دول بيبقى ليهم حضور قوي جدا داخل المعسكر في التمرين في الاعداد للمباريات حتى في إدارة المباراة والمباراة شغالة داخل الملعب. صح داخل الملعب بيبقى ليهم دور. النهاردة مين اللي بيلعب ناحية اليمين؟ هو واخد من ناحية اليمين المحمدي. معرفش عمر بقى عمر جابر واخده يمين ولا شمال ولا الاثنين؟ أكيد واخده شمال لأنه هو بيلعب شمال واخده بيراميدز بيلعب. ما واخد بقى الناحية الثانية أحمد أحمد أبو الفتوح. أيوه وواخد يعني واخد أحمد أبو الفتوح ناحية الشمال المفروض اللي إحنا عارفينهم كباكات ليفت وباكات رايت. الباك رايت المحمدي معرفش هل هو واخد ايمن اشرف سيرد باك ولا باك ليفت برضو. هو واخده يمكن واخده الاثنين يمكن واخده الاثنين ماشي. فانا لما اكون احمد ايمن منصور ما هو باك ليفت ولا سيرد باك. طب هو علي جبر ماشي هو ماشي كويس قوي. علي جبر برضو في البيراميدز ماشي كويس جدا وفي كهربا برضو كهربا ماشي كويس. ف القنبله بقى اللي يعني محيره الناس كلها رمضان صبحي. رمضان صبحي ده راجل يعني غريبه جدا يعني راجل قوه لا يستهان بها ناحيه الشمال. انت ازاي يعني حتى انت لو مش عايزه حتى بتاخده بديل معاك بحيث ان في ماتشات هتبقى محتاج واحد بيوقف على الكوره واحد يعمل لك جبهه يعني واحد ياخد صوت الجمهور يرقص لك ترقيصه حلوه. بعدين عواد ماشي كويس قوي في الدوري السعودي انا برضو مش واخده. طبعا كل الكلام ده ولا قيمه له اللي احنا بنقوله صح. بس علشان احنا قلنا قبل كده من شهر ونص قلنا يا اخوانا المجموعه اللي انت واخدها دي انت مش هتاخدها تاني بالظبط وصدقنا في الكلام. طيب انت برضو القوه دي اللي انت ما انتش واخدها انت هتتحملها. طب بعد البطوله ما تخلص ولا قدر الله ما خدناش البطوله لا قدر الله وده مش هيحصل ان شاء الله يعني ولا نتمناه ابدا يا رب. طب مين اللي واقع عليه الضرر؟ هنقول ان احنا قاعدين في استوديوهات بنجامل وما بنتكلمش ما بنقولش الحقيقه؟ لا يبقى احنا برضو الحلقات دي بتبقى متسجله وعارفه ان كل واحد بيقول من وجهه نظره الكلام السليم اللي احنا من وجهه نظرنا. احنا برضو يعني الناس اللي هي بتقول وجهات نظرها لازم تحترم. وطبعا النهارده هاني رمزي بيرد على الانتقادات بيقول ان احنا اللي بنتحمل. انا بشد على ايده بقول له اتمنى ان احنا ان شاء الله البطوله تكون باذن الله من نصيبنا وتكونوا جدا موفقين وكلنا هنبقى وراكم. بس خدوا بالكم احنا قلنا ان في واحد زي المره اللي فاتت وقلنا الكلام ده قبل ما تعملوا التشكيل يعني قبل انتم بتعطوا التشكيل من شهر تقريبا احنا قلنا الكلام ده. تمام كابتن ابراهيم اخد رايك برضو في قائمه هي انا بضم صوتي لصوت الزملاء. فعلا احنا من شهر كنا قاعدين هنا في الاستوديو وقلنا تحفظات على الاولاد اللي خدهم الماتشين الوديين الدوليين الوديين وقلنا ان المجموعه دي فعلا مش هتتخذ في القائمه النهائيه وقد كان. احنا دلوقتي برضو هنقول ان في ناس مش موجودين في المنتخب المفروض انهم ينضموا للمنتخب. طبعا برضو بضم صوتي لصوت الزميلين يعني هم بيتحملوا انما احنا لازم نقول رأينا. يعني واحد زي عبد الله جمعه بيجيد في نص الملعب وبيجيد ناحيه اليسار واداؤه مع نادي الزمالك في الماتشات الاخرانيه الحقيقه مستوى جيد جدا اكثر من ممتاز. ده مش الماتشات الاخرانيه من فتره من ساعه ما بدا من ساعه ما بدا وحطه من ناحيه الشمال وهو الحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا وبيشارك في جميع الماتشات وبيشارك في جميع الاهداف اللي بيحققها نادي الزمالك وتحط تحت ضغوط كبيره دفاعيه وهجوميه. نمره 2 محمد هاني بيقولوا ما بيلعبش دلوقتي ما بيلعبش دلوقتي لانه هو النني ما بيلعبش. الراجل بيلعب الماتشات كلها واحمد فتحي كان بياخد اوقات قليله على اساس راجع من اصابه. الاثنين دول احمد فتحي ومحمد هاني احمد فتحي بما له من خبرات واسعه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر او في الماتشات الافريقيه مطلوب جدا في الماتشات دي. محمد هاني بيقدم مستوى جيد جدا الحقيقه. واحد تاني برضو السلية الحقيقة في أسوأ حالاته في خط الدفاع وفي خط الهجوم وابتدى في التلت الأخراني كمان دلوقتي بيجيد وبيحرز أهداف وبيعمل أسيست كويس جدا في الماتشات بتاعة النادي الأهلي. السلية حاجة بيقدم مستوى جيد جدا. طبعا احنا برضو أنا بقول أسماء إنما هو هيتحمل بس احنا شايفين الوضع شو هو لوحده واتحاد الكرة هيتحمل. احنا شايفين إن دول بيقدموا مستوى جيد جدا وكان لازم يبقوا موجودين او متواجدين في القائمه الاساسيه لوحده. يعني مين؟ محمد عواد بيقدم مستوى جيد جدا. عبد الله جمعه رمضان صبحي السليه محمد هاني دول ابرز. احمد فتحي دول ابرز الاسماء. وانا بضيف خالد قمر وخالد قمر برافو عليك.
دول 2 4 6 جاب اهداف خالد قمر بيشتغل الدوري وكاس مصر. لا وبيشتغل بيشتغل على نفسه وواضح جدا انه بيقدم من الناحيه البدنيه عنده دلوقتي ما كانش بيجيد الناحيه الدفاعيه بقى بيجيد الناحيه الدفاعيه وبيقدمها بشكل جيد جدا مع نادي الاتحاد وبيحرز اهداف كتير جدا وبيتواجد في خط ال 18 من الناس الجيدين جدا مع نادي الاتحاد وعامل شكل مع نادي الاتحاد. الحقيقه المجموعه دي كان مفروض انها تتواجد اتمنى ان بعض منهم يبقى موجود في القائمه النهائيه اللي هتبقى. هو ده ممكن أتمنى. يا كابتن فتحي لا لا احنا دلوقتي خلاص. لا هو له انه هو يغير بيبعت اسماء 30 واحد وبيختصر الى 23 لاعب ولو قبل اول مباراه قبل اول مباراه له مش اول مباراه البطوله فالبطوله احنا الافتتاح انه يغير لاعب او اثنين بتقرير طبي يعني طبعا تقرير طبي يعني هي حاجه اجتهاديه كده ان هيقول لك ده مصاب وكده فنغير اللعيب ده مكان اللعيب ده بس لازم يكون من ضمن ال 30 يعني من الممكن حتى الان ان هو يغير من من بعض الاسماء الموجوده ممكن ممكن عنده مش مشكله لا 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 بس لو كان حاططهم من ضمن ال 30 مش من ال 25 اوكي لازم يكون حاطط 30 ومنهم هم دول فلو من ضمن ال 30 يغير داخل ال 30 30 يخليهم 23 بقى زي ما هو عايز يغير يختار اي 23 ولا يختار 25 فال 25 في اثنين هيطلعوا منهم حارس مرمى ولاعب فده خلاص دي ما فيهاش حاجه لكن هو اذا كان عايز يغير لاعب ثاني بعد ما ينتهي بال 23 لاعب يقول لهم دلوقتي الليسته بتاعتي والثلاثه لازم ثلاث حراس و20 لاعب ما يقدرش يغير حارسين و21 لاعب اربع حراس لابد ان يكون ثلاث حراس لائحه كده و20 لاعب اذا خلاص بعتهم انتهى يوم المباراه الصبح لسه المباراه ما بداتش ولا الدوره بدات يبقى له حق انه غير لاعب اللعيبه بتقرير طبي طب لو في واحد ماتشه مش اول يوم الافتتاح بعد الافتتاح بتاعت ايام جميع الثانيه لا تحق انها تغير قبل اول مباراه ان هو قبل اول مباراه للمنتخب المنتخب بلده المنتخب بلده يعني اوكي نتمنى يعني احنا قلنا اسماء خالد قمر محمد عواد عبد الله جمعه رمضان صبحي السليه هاني احمد فتحي وكمان كهربا اعتقد برضو في كلام كتير على كهربا السبع ثمان اسماء دول هم الابرز ان هم يجب ان او الناس كلها بتتكلم ان هم كان يجب ان ينضموا للمنتخب كلنا بنتكلم وبنقول ولكن زي ما الكابتن عادل قال في النهايه كل الكلام ده لا قيمه له هو ده التشكيل او ده ال 25 لاعب اللي اختارهم خافير اجيري وبالتالي من هنا سوف نغلق هذه الصفحه تماما ونبدا الاستعدادات لمنتخبنا الوطني خلال بقى ان شاء الله بعد المباريات الدوري هنبدا بقى نتكلم عن المنتخب الوطني ومسانده قويه جدا لمنتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. خلوني بس اقول لحضراتكم نتائج مباريات اليوم في الدوري العام المصري، لو في نتائج اتغيرت ولا حاجه شباب قولوا لي. نتائج غريبه برضه هنسمع نتائج غريبه دلوقتي. المصري وتعادل ايجابي مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق. امبي كسبان المقصه 2-1 وسموحه كسبان بتروجيت 2-0. طلائع الجيش كسبان الاتحاد السكندري 3-0. وادي دجله كسبان حرس الحدود 1-0 وبالتالي برضه كده لو سموحه كسب يبقى عدى وبتروجيت هو اللي يقع 34 زي ما هو وحرس الحدود برضه يظل كما هو ولو النتائج تغيرت هنقول لحضراتكم نتائج المباريات اللي بتلعب الان. طيب قائمه النادي الاهلي النهارده كابتن فتحي 21 لاعب قلناها لجمهور النادي الاهلي لو حضرتك برضو تعلق لنا على قائمه النادي الاهلي النهارده. هو تقريبا هو في استقرار بالاضافه بس ان هو اضاف اجاييه انه رجع كان الفتره اللي فاتت كان بعيد وناصر مار كان بعيد فدلوقتي هو من لو هيختار من ال 21 دول يبقى في ثلاثة هيطلعوا حارس مرمى واثنين لعيبة لكن هو في استقرار دلوقتي أصبح الفريق في استقرار وفي ثبات وبنتمنى لهم التوفيق إن هو بس أخطأنا في المباراة السابقة والثلث الأخير الهجومي والفرص اللي بتضيع لابد من استغلالها من أجل هذه المباريات لأن مباراة بكرة مباراة لا تقبل قسم على اثنين مباراة الإسماعيلي هو الإسماعيلي والفرق الكبيرة لها مقياسها وبتلعب بعض صح وعارفة انها بتلعب بعض ازاي ما يغرناش ان الاسماعيلي بيخسر مباراة او بيتعادل مباراة او بيعمل لكن الفرق الكبيرة القمم دي الكلاسيكو الكبير ده مباراة خاصة بين الفريقين هتشوف شكل تاني الاسماعيلي غير مبارياته السابقة في جميع المباريات. تمام كابتن عادل برضو لو تعلقنا على القائمة
هو طبعا القائمه ما فيهاش تغيير. هو احتمال كبير طبعا. هو شاف المباراه الاخرانيه مع الداخليه وشاف ان الاداء الاسماعيلي في المباريات اللي فاتت كانت جزء وماتش الداخليه كان جزء تاني خالص. اداء قوي جدا، روح قتاليه عاليه جدا. يمكن قعد 2 3 مهمين جدا، وبدا انه بيلعب 4 4 2. واعتقد انه محمود جابر اعتقد ان هو الاداء اللي كان بيأدي بيه في الماتش ده كان عامله بروفا، وده اللي قاله للاعيب على فكره في المحاضره، ان الماتش ده هيبقى نوع من التحضير لماتش الاهلي. لانه هو يعرف قيمه وقوه واداء النادي الاهلي في المباريات، خاصه مباريات الاسماعيلي. فبيلعب 4 4 2، كان بيلعب خط الظهر زي ما حضرتك عارف، اسامه ومتولي ومجدي واحمد ايمن، وفي صادق على الشمال، دونجا، عماد، ومصطفى فارس. وبيلعب باثنين، الشامي وكريم. الشامي وكريم بيلعبوا الاثنين على الاطراف، الكريم على ناحيه الشمال والشامي ناحيه اليمين. وبعدين بيديلهم حريه حركه كامله، بيتحركوا بالعرض. وبعدين احيانا كثيره جدا الشامي بيقطع بالعرض من اليمين، بيجي على نص الملعب وكريم بامبو بيروح متحرك له، يبتدي يحطها له. شلونجا الماتش اللي فات منزله اخر حاجه و70 دقيقه تقريبا، في الدقيقه 76 دقيقه او 77، في الدقيقه 77 بالظبط. هو شايفه في الماتشات اللي فاتت اداؤه هبط بشكل ملحوظ جدا، ما كان موجود في الاسيوطي او في بعض المباريات. الاداء اللي خلاه هبط قوي كده، والشامي ابتدى مستواه يعلى، ابتدى اداؤه يعلى جدا. فحتى لما كان بيطلع الشامي في الماتش اللي فات كان يعني في نوع من الود كده وزي شبه اعتذار، بيقول انا بطلعك، وطبعا هو كان عالي جدا فنزله مكانه في الدقيقه 77. وكذلك عبد الرحمن مجدي برضه بيعتمد عليه اعتماد قوي جدا ناحيه الشمال، طلع محمد صادق ونزله مكانه في الدقيقه 65 تقريبا، اداله حوالي ثلث ساعه. بيعتمدوا مع الضغط في مساحات في الملعب، وبعدين برضه في الالتحامات اي كره مشتركه بتبقى بتاعتهم. عندهم ثغرات في خط الظهر سواء الاطراف او في العمق. طب انا هسال ايه بقى بعد كده يا كابتن؟ عايز نسال ايه بعد كده؟ خلاص بلاش اتكلم. لا انا سالت حضرتك على القايمه. طب انا اقعد بقى بقيه الحلقه، احنا بنستمتع بيك طبعا، لكن هقعد احنا بقيه الحلقه، ما انا عايز اسال حضرتك القايمه دلوقتي دي، هل حضرتك شايف ان كان من الممكن مثلا ان يكون فيها محمد شريف مثلا، بيقولوا متالق، يعني هو ده اللي الناس عايزه تسمعه؟ هو يمكن مع الصيام انا دخلت في الماتش على طول. يعني الماتش سامحني يا اسلام، معلش. لا انا مسامحه يا كابتن. لا انت مش مسامحني، انا بالعكس مش بتسامحني. انا بحب اسمعك على طول، بس انا نفسي اسال. يعني انا عايز اسال القايمه الاول، القايمه دي اهم حاجه دلوقتي، وبعد كده هنتكلم على الاسماعيلي وهنتكلم عن الاهلي وهنتكلم لسه عندنا وقت. عموما القايمه يعني هنتكلم فيها، نقول ايه الاجوال، شريف والشناوي، هاني وفتحي، ما اعتقدش ان هو هيغير في التشكيل ولا حتى اجاييه هيبدا بيه. مش هيغير في التشكيل؟ لا مش هيغير. هيلعب بنفس التشكيل، لان اجاييه راجع من اصابه، حتى لو زي ما قلنا في التقرير اتقال في التقرير ان هو حالته كويسه. كل ما هناك ان هو احتمال كبير قوي بعد وليد ما اتاخد في المنتخب، احتمال يديله فرصه اكتر. وليد سليمان يديله فرصه اكتر، لكن رمضان وازاره ثم حسين الشحات، وفي نص الملعب حمدي والسولية. حمدي لا، حمدي انذارات، مش هيلعب يعني، مش موجود. لا مش موجود في المباراة. حمدي فتحي مش موجود. هيبقى اكيد يا اما هشام يا اما عاشور. واحد من الاثنين اللي هم هيبقى الاقرب يعني. واحد من الاثنين يا اما حسام. وممكن احمد فتحي برضو خد بالك يحطه في نص الملعب. مش هيغير يا كابتن، مش هيغير. لا ما هرجع لك بقى في النقطة دي. كابتن ابراهيم، رأي حضرتك في قائمة النادي الأهلي؟ وطبعا حاجة جميلة ان هو ابتدى يرجع اجاييه في القائمة. بيقولوا بقاله 3 ايام شريف كان بيقول لنا ان هو متألق، يعني كان محتاج وقت للراحة.
لان الواحد لما بيبقى بياخد ماتشات كتير وبتبقى الماتشات متلاحقه بيحصل له حاله تشبع وحاله شبع من الماتشات وابتدى المستوى بيقل. فهي كان محتاج لوقت راحه، وهم الحقيقه الجهاز الفني اجاد ان هو اداله فتره راحه كويسه وابتدى يدخله تاني، لان اجاي من العناصر المهمه جدا في النادي الاهلي لما بيبقى في مستواه. وانا سمعت قبل كده المراسل اللي موجود في النادي الاهلي ان اجاي بقاله 3 ايام الحقيقه بيقدم مستوى متميز جدا، ابتدى يبقى جعان كوره يعني، ابتدى يرجع لمستواه الجيد تاني. حاجه تانيه بقى اشيد بيها برضو بالنسبه للقائمه، مصطفى شوبير حقيقة حاجة جيدة من الجهاز الفني، ومن قبله كان أحمد طارق برضه، خلي بال حضرتك يعني هما بيحطوا أحمد طارق ماتش ومصطفى شوبير الحقيقة شوبير عنصرين جيدين جدا، وجهاز القطاع الناشئين في النادي بيقدمهم للفريق الأول، والاثنين بروميسنج جدا إن هما يبقوا بيحتلوا عين النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله في الفترات القادمة. ده بالنسبة للقائمة، إنما أتمنى إن مروان محسن وعزارو مروان محسن اتمنى ان هو ياخد فتره اطول، لان لما بياخد فتره قليله الحقيقه بيقدم مستوى كويس واحرز هدف، لازم نفسه مفتوحه، لازم اديله اكتر فتره اطول. انما اثنين وليد سليمان برضه لما بينزل بتحس ان في حاجه جديده في النادي الاهلي، ابتدى يقدم روح جديده للنادي الاهلي. فوليد سليمان برضه اتمنى طبعا هو لازم كان يدخل بالتدريج بعد الاصابه، رجوعه من الاصابه، انما دلوقتي متهيألي ياخد وقت اطول لانه برضه اضافه لهجوم النادي الاهلي، واحنا لا نملك رفاهيه اضاعه الوقت مع النادي الاسماعيلي، ولا نملك رفاهيه اضاعه الاهداف ان احنا نضيع اهداف في بدايه المباراه. فالعنصرين دول الحقيقه مهمين جدا انهم يبقوا متواجدين، اتمنى انهم يبقوا موجودين من بدايه المباراه ان شاء الله. كابتن فتحي ممكن ما اعرفش فكره مجنونه يعني، ممكن يلعب بوليد ازارو ومروان الاثنين ولا صعب؟ لا يعني انا بتكلم في المطلق، ممكن بس ما يبداش بيهم. لا ما يبداش بيهم يعني، ما يبداش بيهم، بس هو برضو احتمال ان هو يبدا بمروان على اساس فكره ان مروان ووليد وايمن اشرف والشناوي دول راحوا المنتخب. فيعني اكيد ممكن يعني يديهم ثقه، يديهم انه خلاص راح المنتخب، فلاعب منتخب المفروض انه يلعب. ممكن يعمل العكس، ان يلعب بفرقته وبيلعب كده كده اللي هم بيلعبوا كده كده يعني موجودين مع المنتخب، ما فيش تغيير يعني. خلاص فيلاعب لعيبه ثانيه عشان كل لاعب هتثبت وجوده، لان هي دي، هل تاثير او اعلان المنتخب في اللحظه دي هتؤثر على لعيبه النادي الاهلي اللي ما راحوش المنتخب؟ زي ما عرضنا دلوقتي بنقول احمد فتحي، زي ما بنقول رمضان صبحي، زي ما بنقول السليه، قد يجوز هناك دوافع يبقى دافع للمباراه ان انا اكسب ماتش الاسماعيلي بلعب مع النادي الاهلي، دوافع لاعلان للمدرب احنا لسه موجودين واحنا ابقى واحنا اصلح، وقد يجوز لهم يكون فرصه ثانيه زي ما قلنا في الاول في النقاش، ان سهل جدا ان اللعيب يتغير، صعب ان هو يغير يعني ويلعب، مش يغير، ممكن يضيف افرض لو واحد اتعور ولا لا. انا بتكلم على الاهلي، هل صعب ان هو يلعب وليد لا أزار، لكن وليد ازارو مع من البدايه صعب، مروان ما يبداش فيها المباراه، لا يمكن يبدا بها المباراه، لازم يعرف الاول في خلال النص ساعه، في خلال الشوط الاول على الاقل، لو بدا ممكن الشوط الثاني، لكن الشوط الاول استحاله يعني. هيغير، مش هيغير في اسلوب لعبه. تمام كابتن عادل، اللي حضرتك بقى كنت بتتكلم فيه طرق اللعب، يعني طريقه لعب النادي الاسماعيلي بتعتمد على الاطراف زي ما حضرتك قلت، على كريم بامبو وعلى محمد الشافي الشامي، كيف يمكن مواجهه هذه الطريقه من وجهه نظرك طبعا بالنسبه لدفاع النادي الاهلي؟ هو طبعا بيعتمد على الاطراف ثم الاختراقات من العمق، يعني الجمله اللي دايما بتتكرر انه بقى في اختراقات ما بين السرد باكين والتحركات العرضية، فدي بتسبب ممكن تسبب للفرق اللي هي خط الظهر بتاعها مش منسجم مع بعض، واللي مش واخد تعليمات، اللي يكشف الاوفسايد او يبقى مع الراجل اللي هو بيقطع، بحيث ان هو وهو بيقطع من قدامي انا كياسر ابراهيم ما اروحش معاه، يبقى بسلمه. برافو عليك، المكان. انا لسه هو ده الاهم بقى، ان احنا ان انا لسه كنت هسال في الموضوع ده، ان كريم بامبو مثلا والشامي زي ما حضرتك قلت بيجروا بالعرض عشان يعني بعد ما شولونجو بينزل او راس حربه بينزل يفضي الحته، فبيجي بيجري بالعرض، الباك هيجري معاه كل ده ولا هيعمل ايه؟ لا بيسلم المكان، لا يمكن الباك هيجري معاه، يعني الشامي مش هياخد علي معلول ويجري بيه
لا طبعا بالظبط. لا انا بقول كده ليه يا كابتن؟ لانه بكره لو لا قدر الله الناس ممكن تقول لك ايه، هو الشامي بيجري لجوه ففاضي، فليه علي معلول ما جاش معاه؟ فعشان كده احنا بنقول للناس ان لا ما ينفعش. بيسلم حسب المكان. وبعدين اعتقد ان الطريقه ديت سهل قوي مراقبتها، لان بتبقى واضحه الجمله. فاكيد المحاضرات اللي سارتي بيأديها للعيبه من خلال الفيديو ومن خلال الشرايط ومن خلال اللي قبل كل تمرين بقول ان الشامي هيجري هنا، كريم بيجري كذا، بيحصل كذا، الجانب الشمال الباك الشمال احمد ايمن تقريبا نادرا ما بيتقدم. برافو عليك. صح. بعكس اسامه احيانا في صادق هو بيلعبه ناحيه الشمال، بس عنده اثنين لازم يستخدم واحد منهم، صادق وعبد الرحمن مجدي. ما يقدرش يلعب بالاثنين، هو بيكثف في وسط الملعب. ويمكن الماتش بتاع الداخليه كان بيلعبه عشان كده، بيلعب باربعه في نص الملعب علشان بيحضر للنادي الاهلي انه يعمل كثافه في وسط الملعب. عشان كده ما اعتقدش ان الرصارتي هيبدا بمروان لا انا وزارو. بقول فكره كده يعني ناس كانت دي ممكن في وقت من الاوقات اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه محتاج. لانه انت مش مفروض ان انت تفقد نص الملعب. الحاجه الثانيه زي ما الكابتن ابراهيم قال بالنسبه لوليد، انا بضيف على كلام الكابتن ابراهيم ان وليد عنده الميزه اللي فيه، يعني في ناس كتير ما بتكلمش فيها. الراجل ده من نص فرصه بيعمل لك هدف. لما نزل ربع ساعه الماتش اللي فات عمل واحده لازارو جول مليون في الميه، عملها له بالسنتي اللي ازارو لعبها بدماغه، واعتقد الجول طلعها. بيقدر يشتغل في المساحات الضيقه. احنا جبنا يمكن الماتش اللي قبليه الكره اللي صلحها لعلي معلول الهدف سموح. شفت التحضير ده مين يعمله الا واحد بيشتغل في مساحات ضيقه بمهاره عاليه وبمرونه ورشاقه وفكر عالي جدا. فكر تكتيكي على اعلى مستوى. الكلام ده ما بيحصلش الا من واحد بنوعيه وكفاءه سليم. عنده المرونه والرشاقه وعنده الرؤيه في الملعب. انا فاكر له جول عمله اعتقد لازارو في ماتش الزمالك، كره اتعملت له ناحيه اليمين وراح عاملها بوش الجزم الخارجي لازارو وانفرد بالجول، كان الجول الثالث اعتقد من سنه او سنتين. الرؤيه دي لو حد يعني من اللعيبه الاوروبيين جاب جول زي ده او عمل كره زي دي كان هي يعني بيكتب في الموسوعات. عمل يعني تمريره حوالي يمكن اكثر من 40 50 متر رايح على رجل الراجل في المساحه قطع على الجول، يعني بيقول له اتفضل هات جول. وليد سليمان فيه الموهبه دي. طبعا السوليه راجل كان بيلعب قبل كده في الاسماعيلي ويعرف زمايله ويعرف تحركاتهم ويعرف ازاي في وسط الملعب الالتحامات وعمليات التكمله في وسط الملعب والتكمله كفيرود. عندهم حاجه تانية يا كابتن اسلام، وهي انه في الكوره الثابته في عندهم عماد بيطلع في الكورنر ومتولي برضه بيطلع في الكورنر، لكن هم ما بيتميزوش بالطول يعني الطول احنا عندنا يعني مش طوال يعني زي علي جبر وزي حجازي وزي يعني الطول بتاعهم. ما اعتقدش ان هم الولاد بتوعنا في الكرات الثابته اعتقد يبقى فيه نوع من السيطره. احمد فتحي ماشي بيدي كل ماتش، كان ابتدى بسبعه من عشره النهارده سبعه ونص ثمانيه، الماتش اللي فات ثمانيه ونص. الكرات اللي بالعرضه اللي كانت بتبقى فيها يمكن فيها نوع من عدم الدقه ابتدت تظبط. ليه؟ لانه ابتدى ياخد ماتشات، ابتدى رجليه تاخد الحساسيه. التسديد على المرمى باليمين وبالشمال، التغطيه، الرقابه، يعني الحقيقه عامل جيم انا بحييه عليه. الشناوي نفس القصه برضو، الماتش اللي فات كان عامل الماتش كويس قوي. الراجل الجندي المجهول ايمن اشرف وياسر الحقيقه عاملين تفاهم وانسجام على اعلى مستوى، وتقريبا مفيش حاجه بتروح على الشناوي بطريقه سهله. الماتشين اللي فاتوا او الثلاث ماتشات اللي فاتوا مفيش حاجه خالص بتروح، وده بيدل على ان في انسجام وفي نوع من انواع التوافق، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعالى. كابتن ابراهيم، كيف يلعب بقى النادي الاهلي في ظل كل يعني او في الثغرات او بطريقه لعب النادي الاسماعيلي؟ هو بس انا عايز احذر النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه، اخر ماتشات للاسماعيلي، الاسماعيلي جاب اربع اجوان في اخر ماتشاته، كل ماتشاته من الكوره العرضيه. يعني الاجوان اللي جابها اربع اجوان منهم جونين كوره عرضيه، وبالتالي لازم الاثنين اللي هيلعبوا مساكين ايمن اشرف ياسر يبقوا واضحين جدا في الحته دي ويهتموا بحته الناحيه الدفاعيه دي. حاجه اولانيه. تاني حاجه بالنسبه لبامبو،
بامبو الحقيقه كان مجمد في النادي الاسماعيلي على اساس ما كانش عايز يوقع، ما كانش بياخد ماتشات. لما ابتدوا يفرجوا عنه وابتدوا يديله ماتشات الحقيقه من الولاد اللي بيعرفوا يستغلوا الفرص داخل ال 18، واخر ماتشاته كل ماتش بينزله لازم بيجيب جون، فبالتالي برضه لازم يبقى الرقابه عليه شديده جدا في الناحيه الدفاعيه. ده بالنسبه للتحذيرات بالنسبه للمدافعين. بالنسبه لينا بقى احنا اولا زي ما بيقول الكابتن عادل واضح انهم هيعملوا كثافه عدديه في خط النص. هم بيستغلوا مهاراتهم، ما بيلعبوش من لمسه ولعبه، هم بيحبوا يستعرضوا مهاراتهم الاول الاساسيه. اي حد بيستلم الكوره بيحاول يظهر مهاراته الاساسيه، وبالتالي لو حصل ان احنا ضغطنا عليهم في نص ملعبهم من البدايه ممكن نستغل المهارات اللي هم بيلعبوا بيها ان احنا نستغلها ونقطعها ونقدر ناذيهم في نص ملعبهم. يبقى لازم النادي الاهلي يلعب ضاغط في نص ملعب الخصم، زي ما انا قلت قبل كده ما عندناش رفاهيه اضاعه الوقت في البدايه، ولازم نحجز هدف مبكر عشان يريحنا ويزيل الضغوط من على اللعيب. اللعيبه لازم برضو حته الاتزان النفسي لازم يبقى موجوده عند اللعيبه، ولازم يبقى عنده هدوء اعصاب في بدايه المباراه مع الضغط اللي انا بقول عليه في التلت الهجومي. لازم يبقى عندهم اتزان نفسي ان هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يسجلوا هدف. حاجة تانية لازم نستغل الأطراف بتاعتنا، يعني علي معلول من ناحية الشمال، أحمد فتحي أو هاني اللي هيلعب من ناحية اليمين، لازم نستغل الأطراف استغلال جيد. ووليد أزارو ربنا يسهل إن شاء الله، والأهداف اللي بيضيعها إن شاء الله لازم يبقى فيه تركيز جامد منه إنه يقدر يسجل من الكرة العادية. حاجة تانية برضو بحب أقولها، برغم ان احنا دايما بنقول هنا دايما لازم نستغل التصويب على المرمى، انما انا شايف ان برضه في حته او خوف او 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 يعني حته الدقه في التصويب على المرمى مش موجوده، او حته التركيز ما بقتش موجود. لازم برضه مع اللي هيعملوه في نص الملعب ان هم هيضيقوا المساحات على النادي الاهلي، ان احنا لازم حته التصويب تبقى موجوده. حته برضو المهارات الفرديه للعيبه، يعني زي ما بنقول وليد سليمان عنده الحته ديت وعنده الحلول الفرديه اللي ممكن يعملها، مع الكثافه العاديه ممكن الحلول الفرديه تجيب نتيجه. استغلال الضربات الثابته من اليمين ومن الشمال، وخاصه ان عندنا ناس كلها عندهم الدقه في الكره اللي قبل الاخير، يعني وليد عنده ديت، علي معلول عنده ديت، احمد فتحي او هاني عندهم ديت، الدقه بقت موجوده دلوقتي في الكرات العرضيه، فاحنا لازم نستغلها في بدايه المباراه. لو قدرنا نستغل الضغط على لعيب الاسماعيلي في بدايه المباراه ان شاء الله باذن الله هنقدر نسجل اهداف وهنزيل الضغوط من النادي الاهلي ويقدموا المستوى اللي احنا بنامل ان هو يبقى ممتاز ان شاء الله باذن الله. هنطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، مباراه النادي الاسماعيلي. الحقيقه قبل بس ما نطلع نشوف التقرير، انا اسف يا جماعه لان كان لازم اقول الموضوع ده. النادي الاهلي هو نادي مؤسسي. بمعنى ايه نادي مؤسسي؟ بمعنى ان بيتم وضع مدير للنشاط الرياضي مثلا، يعني مدير للنشاط الرياضي. مدير النشاط الرياضي هو من يختار الأجهزة بالكامل في كل الألعاب، وده اللي حصل. نادي الأهلي حط الأستاذ أو الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وتم وضع الأجهزة ووافق مجلس الإدارة على أن يكون مثلا في الطائرة كابتن محمد مصلحي مديرا فنيا للطائرة رجال، في الطائرة سيدات الكابتن حمدي الصافي. حضراتكم عارفين كل المشكلة هتبقى في حاجتين، في كرة السلة رجال وفي كرة اليد رجال. بالنسبة لكرة السلة رجال تم الاتفاق بالفعل مع مدير فني قدير، هو مصري ولكن مرتبط مع أحد الأندية بعقد لسه لم ينتهي حتى الآن، وسينتهي بنهاية هذا الموسم، وبالتالي لن يتم الإعلان عن اسم المدير الفني إلا بعد نهاية الموسم. ده بالنسبة لكرة السلة رجال، ومدير فني قدير ومدير فني قوي جدا على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي ومعروف دائما بالاسم، ولكن وتم الاتفاق معاه بالفعل وانتهت كل الأمور، وسيتم الإعلان عن الاسم بعد نهاية دوري السلة. ده بالنسبة لكرة السلة. بالنسبة لكرة اليد هيكون كابتن عمر شوقي رئيسا للجهاز الفني، وكابتن تامر عادل مديرا لقطاع الناشئين، كابتن عبد الرحيم الأليوبي مديرا للأكاديميات. طيب بالنسبة للمدير الفني
هيبقى مدير فني اجنبي على اعلى مستوى، ويعني المفاوضات مع المدير الفني وصلت الى مراحل متقدمه جدا 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 بالنسبه لكره اليد رجال، وصلت الى مراحل متقدمه جدا، ولكن لن يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد لكره اليد رجال في النادي الاهلي الا بعد انتهاء التفاوض تماما، ولكن الامور ماشيه بشكل جيد. ده تقريبا تشكيل الاجهزه الفنيه للنشاط الرياضي في الموسم الجديد. كل اللي يهمكم كان او كل اللي يهم الناس طبعا كره السله، حضراتكم قلت لكم ان هيبقى فيها مدير فني جديد وتم الاتفاق معه بالفعل، ولن يتم الاعلان عن اسم المدير الفني الا بعد نهايه موسم كره السله. بالنسبه لكره اليد رجال سيتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد بعد الانتهاء من التفاوض الذي بدا بالفعل ووصل الى مراحل متقدمه جدا، وهو احد الاسماء الكبيره في عالم كره اليد في العالم وليس في مصر. ده كان مهم جدا اللي انا اقوله لحضراتكم، وكان المفروض ان انا اقوله في الاول الحقيقه، ولكن كان لازم ان انا اقوله لحضراتكم. خلينا بقى نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات النادي الاهلي لمباراته القادمه في او ضد النادي الاسماعيلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. أنهى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له في العاشرة من مساء الأربعاء باستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 من فعاليات الدوري الممتاز. هذه المباراة تعتبر خطوة هامة نحو تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري، البطولة المفضلة لدى جماهيره التي يتصدر قمتها برصيد 73 نقطة. الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتي لاسارتي ركز في استعدادات المارد الأحمر لموقعة الدراويش على ضرورة الضغط المبكر على مدافع الإسماعيلي لإحراز هدف يربك به حسابات الجهاز الفني الذي يقوده محمود جابر، خاصة أن مباراة الفريقين تحظى بأهمية كبرى لدى لاعبي الفريقين بعيدا عن أهداف كل فريق في البطولة، خاصة أن الأهلي يسعى لحصد نقاط الثلاث لمواصلة الصدارة، بينما الإسماعيلي يعتبر مواجهة المارد الأحمر بطولة خاصة يسعى لحسمها. لاسارتي طلب من لاعبيه التصويب من مسافات مختلفة لخلخلة الدفاع المتوقع من لاعب الدراويش، بحيث يكون التسديد هو أحد أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق بعيدا عن العرضيات من الجبهتين اليمنى واليسرى في وجود أكثر من لاعب مميز، سواء كان تونسي علي معلول أو أحمد فتحي ومحمد هاني، على أن يتواجد في منطقة جزاء المنافس أي من مروان محسن أو المغربي وليد أزارو. الجهاز الفني جهز أكثر من بديل لحمدي فتحي الغائب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف للإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء بالأخير، حيث يتواجد الخبرة حسام عاشور ومعه أيضا هشام محمد، بالإضافة إلى الجوكر أحمد فتحي الذي يجيد اللعب في هذا المركز، بالإضافة إلى قيادة الجبهة اليمنى التي من الممكن أن يتم الدفع فيها بمحمد هاني. لاسارتي ركز أيضا على تغطية العكسية وإيقاف الهجمات المرتدة للاعب الدراويش وكيفية إيقاف سرعة المنطلق كريم بامبو وأيضا الناميبي شيلونغو حتى ينهي أي تهديدات لمرمى الأهلي للحفاظ على نظافة الشباك التي ستكون خطوة هامة نحو تحقيق الفوز المبكر. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ما زالت نتائج المباريات، فاضل حوالي 5 دقائق من عمر المباريات التي بتلعب النهارده في الاسبوع ال 33 في عمر الدوري العام المصري. المصري بورسعيدي وتعادل ايجابي مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق، ام بي فائز على مصر المقاصه بهدفين مقابل هدف وحيد، وسموحه
كسبان بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، وطلائع الجيش كسبان الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل لا شيء، ووادي دجله تعادل او حرس الحدود تعادل مع وادي دجله بهدف لكل فريق. وهنقول لحضراتكم بعد نهايه اللقاء اللقاءات الخمسه نتائج هذه اللقاءات. كابتن فتحي، الاهلي يلعب ازاي بكره؟ يلعب ضاغط من الامام، يستنى من نص ملعبه، ماذا يفعل النادي الاهلي غدا؟ شوف يا كابتن اسلام، النادي الاهلي هيلعب الاسماعيلي. الاسماعيلي بيلعب بدون اي ضغوط، مش فارقه، ما مش هينزل. بس هو مثلا ماتش الاهلي والاسماعيلي دايما معروف ان هو بالنسبه للاسماعيليه بدون اي ضغوط، كنتيجه ان هو ما ينزلش، كنتيجه يعني، او ان هو هياخد بطوله. طب ناخد الميزه دي قدام النادي الاهلي. هل عنده ضغوط؟ ايوه عنده ضغوط، ان لابد ان يفوز، مش لان هو بيلعب للشهره او للدعايه مع النادي الاسماعيلي، هو بيلعب عشان بطوله، يعني محتاج الثلاث نقاط. لكن الاسماعيلي بيلعب كماتش ان هو التحدي او ديربي بينه وبين النادي الاهلي. فالشغل اللي هو هيتعمل مع النادي الاهلي غير الشغل اللي هيتعمل مع النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي هينزل هينقل ويتحرك وكده وحماس. الروح والاداء والاعداد النفسي نعم لفرقه النادي الاهلي هي هتكون مفتاح الفوز بكره، بغض النظر مين اللي هيلعب. اي 11 من ال 21 لعيب هيلعبوا بكره، لو تعدوا الاعداد النفسي الصح انهم بيلعبوا عشان يتحرروا من الضغوط اللي هي عندهم، هيقدر انه يوصل وياخد البطوله، لانه بيلعب على بطوله. الضغط العصبي بيؤثر على اداء اللعيبه باي طريقه، لو بتلعب باي طريقه ولا بتلعب باي خطه والضغط العصبي عليك، فلن تجدي هذه الطرق في سبيل ان انت ازاي تعدهم اعداد نفسي مظبوط، ان انا بلعب على بطوله وفي الامطار الاخيره وقدامي مباراتين مش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، مباراتين تديني درع الدوري. نعم. تقول لي طب الماتش الأخير الزمالك، الزمالك خليه على جنب دلوقتي ما بنتكلمش فيه، إحنا بنتكلم في الأهلي مع الإسماعيلي، الأهلي مع المقاولين. فلا لاسارتي هيقدر يصلح مهارة لاعب ولا هيرفع لياقة لاعب في خلال الثلاث أربع أيام الموجودين دول. هيصلح مثل في إنهاء هجمة، هيحفظ جملة، مش جملة لا، من ضربات ثابتة، لكن جملة خططية متحركة صعب جدا في ثلاث ايام يحفظ لعيب يقدر يحفظها له. وبالتالي الاعداد النفسي لفرقة النادي الاهلي لمباراة الاسماعيلي اللي احنا بنقول عليها ديربي، هي مفتاح ان اللعيبة تلعب بالامكانيات اللي عندها. مهارات لعيبة النادي الاهلي عالية جدا، لو مسكنا اي 11 لاعب من هنا هيلعب الاسماعيلي، الاسماعيلي مش احسن، لكن ممكن يكون احسن ان هو مش مضغوط، متحرر من الضغوط. نعم. ودي خطيره جدا، ان لا فرقه بتلعب مش مضغوطه، فرقه بتلعب بحريه، فرقه بتلعب للمكسب، بتلعب للشو، ان انا بلعب ضد الاهلي عايز اعمل عرض. اللعيبه كمان لعيبه النادي الاسماعيلي هذه الفرصه قدامهم للنادي الاهلي، ان كل لاعب فيهم يثبت نفسه. يثبت نفسه ازاي؟ انت عارف كل دلوقتي مسؤول لاعب او اللي هو سمسار بتاع لاعب او الراجل الوسيط بتاع اللاعب بيقول له هذه المباراه هي اللي هترفع سعرك وهي اللي هتقلل سعرك في السوق. اذا كنت مع النادي انا مستوايا ايه؟ المباريات الضعيفه الصغيره اللي ما حدش بيشوفها دي، ما حدش يعني سهل ان انت تعدي، لكن هنا في هذه المباراه كل لاعب عاوز يعرض نفسه عرض كويس، ومش هيلاقي احسن من النادي الاهلي. اكبر كميه من المشاهده في هذه المباراه، وبالتالي لازم اعرض نفسي كويس، يبقى لازم ازود سعري، يبقى لازم العب بحماس، يبقى لازم العب بروح. اذا الروح اصلا متولده في الاسماعيلي سواء بمدرب او من غير مدرب، لازم يقابلها النادي الاهلي بهذه الروح، روح الفانيلا الحمراء هي بكره مفتاح الفوز في اي طريقه وباي خطه واي 11 لاعب هيمثلوا الاهلي. تمام. اضاف نادي طلائع الجيش الهدف الرابع، ومتقدم على نادي الاتحاد السكندري في الدقائق الاخيره من عمر المباراه باربعه اهداف مقابل لا شيء. كابتن عادل، اول لما سالتك على مين اللي يلعب في نص الملعب قلت لك ممكن، قلت لي هشام محمد او بديلا لحمدي فتحي، يعني قلت لي هشام محمد او حسام عاشور، ما قلت لك احمد فتحي، قلت لي لا هو مش هيغير في التشكيل. ليه من وجهه نظرك؟ هو مدرب كبير عنده سمعته وعارف يعني ايه ان هو اللي يغير مكان، وخاصة انه الجنب الشمال النادي الاسماعيلي قوي، في كريم بامبو وفي دايما في اختراقات وفي الكرات العرضية، وهو محتاج لحد بيأمن ورا ياسر، وبالتالي احمد فتحي ما اعتقدش ان هو خلاص، هو الحتة دي خلاص بقت بتاعته،
وحافظها وماشي كويس قوي. خط الظهر في نوع متجانس جدا. استحاله ان هو يلعب في وسط الملعب ويبقى سايب حسام وسايب هشام محمد. بس عشان هم بقالهم كتير حسام وهشام مع رجلهم مش في الملعب زي احمد. اصلي ما احنا انت بتشوف غير احمد محمد تاني. انت بتشوف في العالم كله بتلاقي لعيب خد الاصابه ورجع من اصابته بينزل الملعب خلاص في العالم كله مش يعني في مصر ما بنشوفش الكلام ده. احنا في مصر يعني في مصر دايما بتلاقي حاجات مختلفه عندنا ما تفهمش ليه. وكلام حضرتك مظبوط 100% ان انت بتلاقي مثلا دي بروين في مانشستر سيتي قعد حوالي 3 شهور ورجع لعب ولعب الماتش كامل بالمناسبه او يعني طلع اخر 10 دقايق. كلوب في ماتش ليفربول الاخراني بتاع برشلونه ملاعب 3 4 جداد خالص. محمد صلاح قاعد وده قاعد وده قاعد منزل 3 هم كسبوه ما كانوش بيلعبوا طول السنه. في حته ان انا زي برضو وليد في تحفظ شويه ان وليد انا كان ممكن ابتدي بيه من 3 ماتشات. كان وليد زمان النهارده 80% من لياقته البدنيه و 90% كان زمانه بقى انما ان شاء الله باذن الله هتيجي يعني. لكن انا بشوف انه خط الظهر ما اعتقدش ان هو هيجي في تغيير. لان قبل كده برضو ان سالتني السؤال ده برضو من 4-5 شهور قلت لك مش هيلعب في التشكيل. حتى ايام الراجل كالتيرون برضو قلت لك في خط الظهر مش هيلعب في التغيير لان خط الظهر خلاص بقى هو مطمئن ان انا الاربعه دول علشان يجي هدف بيبقى فيه صعوبه قوي. مقفلين كويس عاملين الزون كويس عاملين الرقابه كويسه في الكرات العرضيه معظمهم. ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي دايما بنعلمها للاعبتنا سواء في الممتاز او في الولاد الصغيرين انك انت والكره بتتلعب بالعرض ما بتبصش للكوره بتبقى بص على الراجل اللي معاك. الراجل اللي معاك بيبقى فيه نوع من التوازن عينيك طرف عينيك على الكوره والطرف الثاني على الراجل اللي انت ماسكه. انما انا ببقى باصص يعني في كوره الماتش اللي فات في اثنين من انبي دخلوا في كره عرضيه والاثنين راحوا قلشينها ويمكن رمضان زعق وكده. الكره دي على طول هتلاقي لسارتي بيعيدها لايمن وبيعيدها لمعلول وبيعيدها للياس. الاثنين دول بتوع مين؟ بتوع فلان وبتوع فلان. وبالتالي انا والكره بتتلعب بالعرض لابد ان انا طرف عيني على الكره والطرف الثاني على الراجل المدير الفني مديني التكلفات بتاعته. فحسام عاشور استحاله ان هو يجيب احمد فتحي وفي هشام محمد وفي حسام عاشور. دي هتبقى يعني ضربه قاسمه للاثنين وما اعتقدش ان الراجل هيبقى محتاجهم جدا في الماتشات اللي جايه. يعني برضه هيبقى محتاج لبديل احتمال اي حد بياخد انذار تاني. عمرو السوليه ممكن في وقت من الاوقات ياخد انذار لا قدر الله ولا حاجه. فدايما يبقى حسام عاشور هو كابتن فرقه وعنده من الصلابه ومن القوه ان هو بيقدر يظبط نص الملعب. الماتشات دي بالنسبه له بتبقى حاجه يعني متكرره مئات المرات وبالتالي ما اعتقدش انه هيلعب في التشكيل. تمام. رمضان صبحي اجاييه هيبقى بديل ما اعتقدش انه يبدا بيه. هيبدا بنفس التشكيل لعب الماتش اللي فات ولكن يمكن بتكليفات مختلفه شويه. التكليفات دي هتبقى بيدي زي ما برضو الماتش اللي فات في بعض الفترات حسين الشحات ما كانش بيبقى ملتزم بالطرف. بتبص تلاقيه بيقطع لجوه وبياخد الكره بيروح لجوه وابتدي يعمل نوع من انواع التحركات. كذلك رمضان لما بيستلم بيخش على العمق وشفنا يمكن كره واثنين سددهم يمكن واحده منهم عليت. والماتش اللي قبليه برضو قطع بالداخل عمل جول ومره ثانيه راح مدحرجها للسوليه والسوليه حطاها ولكن خبطت في رجل المدافع. فاعتقد انه هيلعب بنفس التشكيل وان كان الشوط الثاني احتمال كبير قوي هيدفع بمروان ووليد وان شاء الله يكون من الشوط الاولاني ولاد زي ما كابتن ابراهيم وكابتن فتحي قالوا انه يبقى فيه هدف من البدايه. تمام. هدف من البدايه هيبقى مش معنى كده هدف من البدايه انه بينهي الماتش. ده بالعكس هدف من البدايه لاعبتي بتبقى عايزه تجيب الثاني وده السمه المميزه للاعيبه النادي الاهلي. يجيب جول عايز الثاني الثالث الرابع ودي سمه البطل. تمام. كابتن ابراهيم برضو دايما النادي الاهلي بيلعب من على الاجناب والنادي الاسماعيلي كذلك. كيف يمكن المواجهه بقى هتبقى ازاي؟ هي في نقطتين بس مهمين نحب نركز عليهم. اولا خط الدفاع بتاع النادي الاسماعيلي يمكن اكثر خط دفاع دخل فيه جوان، دخل فيه 38 جول. ففي عندهم ثغرات في خط الدفاع، فبالتالي لازم نستغلها استغلال جيد جدا في بدايه المباراه. اولا زي ما انا قلت من البدايه اللعب من على الاجناب هو اللي هيفيدنا في ماتش وبالذات
بالذات زي ما قالوا برضه زمايلنا الكباتن، هيعمل الكثافه عدديه في نص الملعب، لازم نستغل دي بالضغط على النادي الاسماعيلي في الثلث الهجومي، ولازم نستغل الاجناب بتاعتنا معلول واحمد فتحي او محمد هاني ايهما هيلعب، لازم نستغل الاجناب باي شكل. حته الاستغلال القوات العاديه أزارو لازم يبقى اللي عنده تركيز جامد جدا. وبرضه انا باكد على النقطه اللي قالها الكابتن فتحي في بدايه الكلام، الاتزان النفسي عند اللعيبه لازم يبقى عالي جدا خلال المباراه ومن بدايه المباراه، لان طبعا لازم الناس كلها تعرف ان في ضغوط على لعيبه النادي الاهلي، احنا بنلعب على بطوله، واي بنط هيضيع مننا هتبقى مشكله، وبالتالي الضغوط دي لازم تزال عن اللعيبه، ودي واجب الجهاز الفني انه حته الناحيه النفسيه لازم يبقى مجهز لعيبته 100%، وخاصه ان ماتشات النادي الاهلي كلها بتبقى اعلاميا كل الناس مركز عليها، سواء صحافه او تلفزيون او كل الناس مركز عليها، فبالتالي كل الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهلي حتى وهم ما عندهمش ضغوط وعندهم مش نازلين النادي الاسماعيلي، فكل لعيب بيحاول يبين كل مهاراته وكل جهده على اساس بيعرض نفسه قدام النادي الاهلي، وبالتالي لو احنا ما قابلناش دي بالضغط عليهم في نص الملعب ممكن يضيع مننا وقت كتير، يبقى لازم زي ما انا بقول استغلال الكرات العرضيه زائد نستغل الثغرات اللي موجوده في خط الدفاع، وبالتالي في بدايه المباراه لو قدرنا نحرز جون بدري ان شاء الله باذن الله هنجيب الثاني وهنجيب الثالث ان شاء الله باذن الله، وهيبقى الماتش لينا ان شاء الله والبطوله لينا باذن الله. يا رب يا مساء. خليني اقول لحضراتكم اخيرا نتائج المباريات، انتهت جميع المباريات الخمس لقاءات اللي كانت بتتلعب النهارده، المصري البورسعيدي مع الانتاج الحربي بهدفين لكل فريق ليصعد النادي المصري من للنقطه 49، وامبي والانتاج الحربي بيصعد ايضا للنقطه 37 وما زال في دائره الهبوط. امبي ومصر المقاصه، بيفوز نادي امبي بهدفين مقابل هدف على مصر المقاصه، وبالتالي امبي يصل للنقطه 39 وخلاص خرج من دائره الهبوط مشكلة. وطبعا مصر المقاصه بيظل هو في يملك من النقاط 45 نقطه. ثالث المباريات، سموحه بيفوز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء ليصعد سموحه للنقطه 38 وبرضه بيخرج من دائره الهبوط رسميا كده، وبتروجيت يصل للنقطه او يظل كما هو للنقطه 34 وتبقى مشكلته او تكبر مشكلته اكتر خلال المباريات القادمه. بتروجيت فاضل له مباراه واحده امام نادي المقاولون العرب. طيب المباراة الثالثة انتهت ايضا طلائع الجيش، او الرابعة انتهت طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري، الطلائع بيفوز على الاتحاد السكندري برباعية مقابل لا شيء، نتيجة غريبة جدا، وبالتالي ايضا طلائع الجيش خرج من دائرة الهبوط ويصل للنقطة 40. الاتحاد السكندري بيظل في النقطة 36 وبرضه يظل مشكلة عنده في موضوع الهبوط. آخر المباريات تعادل وادي دجلة مع حرس الحدود، أو تعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف كل فريق، وبالتالي أيضا حرس الحدود يصل للنقطة 36 ووادي دجلة بيصل للنقطة 37 وما تزال كل الفرق دي في دائرة الهبوط. اللي يصل للنقطة 38 يبقى عدى دائرة الهبوط تماما، لكن احنا عندنا وادي دجلة 37، الانتاج الحربي 37، الاتحاد السكندري 36، الجونة 36، حرس الحدود 36، سموحة وصل للنقطة 38 وعدى خلاص. بتروجيت في مشكلة 34. حرس الحدود عنده 36 نقطة، بتروجيت 34 نقطة، وبالتالي هي دي الفرق، يعني بتروجيت حرس الحدود والجونة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي ووادي دجلة، الخمس فرق دول هم الصراع ما بينهم وما بين بعض من سيكون او من سيرافق الداخليه والنجوم الى قسم الثاني في الموسم القادم. نتمنى يا رب كل التوفيق لكل الانديه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ابراهيم، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي بكره. ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، هنكون مع حضراتكم بدايه من الساعه 9 تماما، هنكون مع حضراتكم هنا في قناه النادي الاهلي لنقل ساعه ما قبل المباراه، وكالعاده دايما نكون مع حضراتكم بعد نهايه المباراه. اشكركم وان شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعه 9 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.